فإحنا لما نخصص ذواتنا للمسيح نتقدس. أنا علي الاختيار إن أنا ما أقولش غير إن أنا بين إيديك وعايزة أعمل إرادتك. أنا بصلي لكل واحد وكل واحدة بيسمعونا إنها تكون أرض جيدة تستقبل الكلمة. خبأت كلامك في قلبي. إحنا بنثق ونؤمن إن إلهنا قدير وإنه ليه في الموت مخارج وإنه سمع الصلوات وبيستجيبها في وقته وبطريقته بمجد اسمه عشان المجد كله يرجع ليه. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم من القلب للقلب. النهاردة زي ما تعودنا دايما في البرنامج ده إننا نتكلم من القلب للقلب، كلام عملي، كلام كلنا بنحس بيه، كلام مش بعيد عننا قوي ونفكر فيه ونتفلسف فيه، لا، كلام من القلب للقلب، كلام ينقلنا في حياتنا الروحية، في حياتنا الاجتماعية، في سلوكياتنا، كلام يخلينا نوصل أقرب ونقرب شوية شوية لعرش الآب ونتغير. زي ما الرب يسوع كان بيقول إن إحنا فعلا هنتغير لهذه الصورة عينها. إزاي نتغير؟ النهاردة هنعرف إزاي نتغير. هنتغير لما يكون في علاقة حميمة بيننا وبينه، في حب، في ارتباط، ارتباط بيربطنا بيه، قلبنا مربوط بيه، حاسين بيه، حاسين بدقات قلبه، حاسين هو بيفكر في ايه. مش احنا بس عايزين ايه، مش احنا بس نبني الملكوت بتاعتنا واسمنا والخدمة بتاعتنا وحياتنا وعائلاتنا، لا، نبني ملكوته، نحس بيه، هو قلبه فين، هو عايز ايه. هو اقامنا كحراس، والنهاردة هنشوف يعني إيه من خلال العلاقة الحميمة معاه نقدر نقوم ونكون حراس ليه. الآية بتاعت النهاردة موجودة في أشعياء 62 عدد 6 و7. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون طول النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. دي الدعوة لينا النهاردة من خلال علاقتنا القريبة جدا ليه، من خلال قلبنا بيتحد بقلبه، يقدر يقمنا حراس على عمله. لا نسكت ولا نهار ولا ليل لغاية ما يكون في تسبيحة دائمة في الأرض للرب. النهاردة عندي ضيف يمكن يكون أول مرة بيظهر في برنامج من القلب للقلب، لكن ضيف ربنا استخدمه في حياتي شخصيا، واستخدمه في الكنيسة بتاعتنا، واستخدمه في بلادنا، وبيستخدمه النهاردة في كندا. هنشوف إزاي الرب استخدم ديفيد ديميان Around the World، حوالين العالم كله، لتغيير لمسار وتغيير اتجاه ولإقامة حراس يصرخوا نهار وليل علشان يكون في تسبيحة في الأرض. أهلا بيك ديفيد. أهلا يا بيت. أنت أول مرة تكون ضيف في الحلقة النهاردة، لكن أنا متوقعة أن الرب زي ما استخدمك في العالم كله هيستخدمك بمجد النهاردة. أمين. مش أول مرة في الحلقة دي بس أول مرة في برنامج عربي عامة. أول مرة في برنامج عربي من حوالي 22 سنة. من حوالي 22 سنة. واو، هيكون النهاردة في شيء بيحصل في عالم الروح هيغير اتجاهات ناس وهيقيم حراس. أمين. أمين. كلمة حراس دي جاية من اسم الإرسالية بتاعتك اللي انت قائد ليها، Watchman for the Nations. احكي لنا شوية عن الإرسالية دي. دي زي إرسالية قامت في كندا. أنا ما ابتديتش الإرسالية دي، لكن الأب الروحي اللي هو لما رحت كندا ابتدى يتبناني وابتدى يكلمني على أن أنا ممكن أسافر معاه. هو قلبه كان جدا أن يشوف تغيير بيحصل حقيقي، والآية دي من إشعياء بتتكلم على أن الرب اللي بيقيم، مش إحنا اللي بنقيم نفسنا. على أسوارك يا أورشليم، ناخدها على أسوارك
بالنسبة لحياتي أنا الشخصية، بالنسبة لعيلتي، بالنسبة لكنيستي، بالنسبة للبدينة بتاعتي، بالنسبة للكونتري بتاعتي، البلد بتاعتي. حراس الرب بيقيمهم علشان خاطر يحققوا اللي على قلبه هو، حتى يثبت على أسوارك يا أورشليم قمت حراسا لا يسكتون لا ليل ولا نهار. ودي دعوة خاصة الرب بيدعي ليها ناس، الرب بيحط قلبه في قلبهم، والناس دي بتبقى زي قلبهم مع قلب الرب، بيبقوا انتيون متبرمجين كده معاه. فالقائد اللي كان اسمه باستر بوب بيرش في فانكوفر كندا، انا ساعتها كنت في كندا ان ترانزيشن، جيت رحت كندا يعني زياره، كنت رايح اساسا عشان كانت مراتي كانت حامل باول ابن لينا، فقلنا مراتي كنديه فقالت لي ممكن نولد البيبي في كندا، انا اعرف الميديكال سيستم بتاع كندا. شور صليت، الرب قال لي روح. لما رحنا بقى الرب حطنا هناك، ما سمحش ان احنا نرجع. فانا افتكرت ان هو اسبوع اسبوعين، ده في ذهني 22 سنه فاتت. افتكرت ان اسبوع اسبوعين شهر شهرين. اتقابلت مع الراجل ده اللي هو القسيس باستر باب، وقال لي وانت مستني تروح مصر هل ممكن نجتمع مع بعض ونصلي؟ فقلت له ما عنديش مانع، انا موجود هنا anyway. فالرب استخدمه في يسمي المجموعه دي، لا ليها هيكل، ما هيش ستراكتشر، هي ريليشن شيبس، مجموعه ناس على قلبهم يشوفوا تغيير بأي نوع من المسحة اللي الرب بيديها لهم، على حسب المسحة بيبقى السفير اللي الرب بيحطنا فيه، سواء بيتنا أو كنيستنا أو بلدنا أو. فهو اختار ناس، أنا كنت واحد منهم في المجموعة دي، ونطلب وجه الرب. بعد كده بقى اتغير تغيير حياتي كله بسبب الموضوع ده. بس كان راجل متواضع جدا، وراجل قلبه في طلب الرب. الحاجه الغريبه لما بعد شويه ابتدى يتسافر معاه اثر فيها جدا. ليه؟ لان هو كان يصحى الصبح الساعه 2 الصبح كل يوم، ومن الساعه 2 للساعه 8 يقعد قدام الرب ويطلب وجه الرب. يقعد من الساعه 2 بالليل للساعه 8 الصبح، يروح يخش السرير بتاعه الساعه 10، ينام الساعه 10 11 لغايه الساعه 2 3 بالظبط كده. طبعا انا ما اقدرش اعمل الكلام ده، أنا كنت لسه صغير وما عنديش الكاباسيتي، الطاقة الروحية إن أنا أصحى الساعة 2 وأقعد من غير 2 ل 8. بس الرب مسحه للطريقة دي بحيث إن هو كان كل حياته يقعد يطلب الرب، وإن ما سمعش صوت الرب، إن ما تقابلش مع الرب، كان دايما يقول لي اليوم اللي أنا ما تقابلش فيه مع الرب ده يوم ضايع من حياتي. ويقصد اتقابل فيه مع الرب إن هو قعد وصلى وما سمعش الصوت، ولا إنه ما قدرش يصلي يومها؟ لا، بتبقى اكبر من كده، اكبر انه ما قدرش يصلي، بتبقى زي ما يكون المشكله مش انه يسمع الصوت بس، عرف انه تقابل. عارفه لما تخشي انت مكان تقابلي حد، لو الشخص ده لسه ما جاش يبقى لسه ما قابلتوش، طب ما انت في المكان المفروض تقابله فيه، بس الشخص لسه ما جاش، فقعد بينتظر زي ما قال داوود في المزمور، قال له ايه؟ بيتكلم على كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. والرب كمان ليه أوقات ساعات يحجب كده نفسه شوية، يشوف إحنا فعلا طالبينه هو، ولا طالبين ولا إحنا وقت بنقضيه. ما أنا ممكن أحط طلباتي وتشفعاتي وصلواتي وعملت اللي عليا وخلاص، بس هل في أعمق من كده ما بيني وما بينه؟ هل هو شخص أنا بستمتع بيه؟ هل هو شخص أنا بتقابل معاه؟ فدي النقطة الأساسية في المحك في العلاقة، ما هياش أنا أديت اللي عليا، ما هياش عارفة واجب بالضبط، زي ما الحاجات اللي نعملها وزي بوكس صغير كده وجنب كل بوكس الحاجات، ونعمل تشيك، أنا عملت دي عملت دي عملت دي عملت دي. الحاجة الأساسية في العلاقة ما بيني وبين الرب هي علاقة شخصية، ودي النقطة اللي بتنقل الجو ما بيني وما بينه. أنت كنت بتقول الآية بتاعت كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، في شوق، في جوع، في عطش، في شوق، في حب بيربط بيننا وبينه، مش بس واجبات ولا بس قاعدين عشان لازم نصلي ولازم نعمل كده كل يوم، لا دي علاقة. علاقة ازاي يا ديفيد اتبنت العلاقة دي بينك وبين الله من الأول؟ يعني أنا عارفة أن أنت كنت دكتور
في مصر كنت ناجح جدا، كنت شاطر جدا، انا عارفه ان انت كانوا بيقولوا عليك انك جينيوس في الطب، لكن ازاي وانت في كليه الطب وبعد ما اتخرجت وبالكاباسيتي وبالقدره الرهيبه الطبيه ربنا نقلك وانك سبت الطب خالص؟ احكي لنا القصه دي. هحكي لك القصه دي، هحكي لك ازاي كمان جه النور الاعلاني اللي جاني انا على ايه العلاقه اللي بيني وبين الرب. لانه ساعات كتيره بنفتكر انه الحياه بتاعتنا هي اننا مجرد ان الرب مات على الصليب، الرب يسوع مات على الصليب علشان يخلصني من الخطيه واعيش انا حياتي اخدمه واتم مقاصده وكذا، وده جزء خطير جدا ممتاز. بس في نقله بتدي البعد اللي يخلي الحياه تختلف خالص. الرب كشف لي الاعلان ده وهو كتابي، بس ما كنتش فاهمه بالمنظر ده. ايه اللي خلى الرب يسوع يموت على الصليب؟ قعدت انا افكر ايه اللي خلى الرب يسوع، طبعا محب هكذا لانه هكذا احب الله العالم حتى بس لكي لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياه الابديه. ايه هي الحياه الابديه؟ الحياه الابديه هي علاقه شخصيه ما بيني وما بين الرب يسوع. ايه السماء بالنسبه لي؟ ايه السماء؟ ان انا اكون معاه. من غيره هو تبقى سماء؟ ايه المكان اللي انا رايحه غير انه شخص الرب يسوع فيه؟ ففجاه ابتدى يخش جوايا لما الرب خلق ادم، خلقه ليه؟ عشان عشره، عشان يكون معاه. الرب كل اللي عمله ده عايز شخص يستمتع بيه ويديله سلطان ويديله أثورتي على كل اللي عمله. فخلق آدم وكانوا يمشوا مع بعض، يتكلموا مع بعض، يحكوا مع بعض. لما جات الخطية فصلت آدم عن الله. بس ال 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 الحنين والرغبة في قلب الآب للعشرة ما تقتلتش بالخطية. فبقى مفيش عشرة، وبقى الآب نفسه ديزاير دي طالبها عايزها بس مش قادر يعملها. ليه؟ لأن الخطية فصلت. الخطية ما هياش القتل والزنا والسرقة، دي ثمرة الخطية. الخطية هي إيه؟ الانفصال عن الله. دي الخطية، دي السن. لعشان كده مات من أجل الخطية مش الخطايا. مات من الخطية، الخطية الانفصال عن الله. الانفصال ده أثر في الآب. الآب والابن الروح القدس، ابن شاف الآب مشتاق لعشرة مع خليقته، مع بني آدم. بس ما يقدرش. ليه؟ لأن لازم يحصل دفع الثمن الخطية دي. الإنسان ما يقدرش يعملها، أنا ما أقدرش أدفع الثمن. ليه؟ لأن أنا أساسا منفصل عن الله، اللي فاقد الشيء لا يعطيه. لما أنا ميت أقدر أدفع إزاي هذا الثمن؟ فالابن يسوع المسيح شاف الآب في الرغبة بتاعته، قال له إزاي أرجع لك السعادة بتاعتك؟ إزاي أرجع لك البهجة اللي كانت جواك لما كنت تمشي مع آدم وتحكي معاه وتتكلم معاه؟ الكتاب بيتكلم في سفر الأمثال بيقول إيه؟ ولذتي مع بني آدم. لذة مش بس أنا مبسوط، ده لذة. عارفة لما الواحد يبقى هيمان، كان هيمان فالرب يسوع قال طب إيه؟ إزاي أعمل الكلام ده؟ اكتشف إن الحل الوحيد إن هو يموت على الصليب عشان يديني أنا ويديك أنت ويدي كل حد الفرصة مرة تانية إن يرجع في العلاقة الشخصية دي مع الرب. فجأة اكتشفت إنه خلصني عشان أستمتع بأبويا السماوي، ده بابايا اللي أنا بحبه وهو بيحبني، بس مش عارف أكون في الوضع ده. علشان الخلاص كله مبني على إنه يرجعني مرة تانية العلاقة دي، ومن العلاقة دي يحصل ان اب وابنه ماشيين مع بعض، ان انا بتمم مشيئته. ليه؟ لان انا بحبه، عايز اخدمه. ليه؟ لان انا بحبه، لان في علاقه شخصيه ما بيني وما بينه. وده اللي حصل لما المسيح مات على الصليب وقال قد اكمل، من اجل السرور الموضوع امامه. من اجل السرور، ايه السرور اللي كان امامه؟ شافني انا وانت يا ايفيت نقدر نحقق العلاقه اللي اتكسرت بالخطيه من أول آدم ما كان في جنة عدن. أما شاف السرور ده كله قدامه وشاف إن يفت تقدر ترجع مرة تانية تبقى في علاقة حميمة مع الآب، وشاف إن محسن يقدر يرجع، ديفيد يقدر يرجع في علاقة تانية حميمة مع الآب، وشاف كل واحد، السرور ده خلاه
يحط الصليب قدامه كلا شيء قدامه من أجل سرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ليه؟ من أجل الألآن. طبعا الجو ده كله حط الرب ليه؟ علشان خاطر يشوفني. وأول ما أنا أقبل العمل ده على الصليب يرجع مرة تانية بقول له يا رب يسوع أنا بس بقبل اللي أنت التمن اللي أنت دفعته علشاني. بيدفع التمن علشان أنا أبقى حر مرة تانية. حر لإيه؟ عشان أعيش للشخص اللي فداني وحقق لي. عشان كده أنا بقول لكل الناس اللي بيستمعوا إنه علاقتنا مع الآب دي علاقة شخصية، علاقة ما هيش ببلاش، ده الرب يسوع دفع الثمن بتاعها علشان خاطر أنا أقدر أكون في العلاقة دي. يعني أنت مسيحي مولود في بيت مسيحي وما كنتش مكتشف الموضوع ده، إزاي اكتشفته؟ إيه النقطة اللي خلاك تبص للأمر بالطريقة دي؟ خلاني آية كانت في الكتاب في إشعياء 53 غريبة جدا، كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا. أنا فكرت أنا تربيت في بيت مسيحي، بابا وماما كانوا مؤمنين، أنا تربيت في بيت مسيحي في جو مسيحي، بابا ما دخلش التلفزيون خالص وإحنا في كل وأنا في الكليات ما كانش عندنا تلفزيون. ليه؟ عايز يحمينا من أي حاجة. كل الحاجات اللي الناس بتعتمد عليها لما أي حاجة من الحاجات الوحشة ما كناش متعودين عليها، تربينا في جو شيلترد. أنا كنت أفكر كلنا كغنم ضللنا، أنا ما ضليتش. طب ليه بتقول كلنا كغنم ضللنا؟ أنا ما ضليتش، ضليت في إيه؟ ده أنا بقرأ الكتاب كل يوم وبصلي كل يوم بس كلها من واجبات. أنا شخص عشت في بيت مسيحي فده اللي جوايا. أما كنت في المدرسة كان معايا واحد صاحبي باباه ومامته فصلوا طلقوا، فالولد كان عنده زي ما يكون ريزنتمنت، زي مرارة من جوه، فكان يعمل حاجات مش كويسة. أنا كنت أبص لنفسي أقول لا أنا مختلف عنه، هو عنده مرارة أنا ما عنديش مرارة. بس كنت أفكر كلنا كغنم ضلان، يعني أنا زي هو مش ممكن. كان عندي واحد صاحبي تاني باباه كان غني جدا وثري جدا وكان يموت ويحب يدي فلوسهم للفقراء واليتامى والمساكين. أقول ده شخص كويس بس أقدر أطبق العدد ده كلنا كغنم ضللنا؟ ما كنتش قادر. ليه؟ أنا وزميلي ده إحنا كويسين بس ده هو اللي وحش. ليه؟ أنا كنت بقيمها على إيه؟ على الأعمال. ابتديت أما بص للعدد ده بيقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه. ما قالش طريق الخطية، ما فيش حاجة اسمها طريق الخطية. طريقي أنا اللي هو مش طريق الرب ده انفصال. أنا اخترت الطريق ده. أنا اخترت الطريق إن أنا أقرأ الكتاب. أنا بتحاول أتقرب لرب بس ده طريقي أنا. صاحبي ده بيدي فلوسه لليتامى والمساكين، ده طريقه هو. صاحبي التاني اللي هو عنده المرارة اللي جواه بيعمل حاجات مش كويسة في نظرنا بس ده طريقه هو. كلنا كغنم ضللنا والرب وضع عليه اسم جميعا. عشان كده الرب ابتدى يفهمني إن ما هياش فكرة أنت بتعمل أعمال كويسة ولا وحشة، الفكرة إنه هل أنت رجعت مرة تانية قلت له يا رب ده طريقي أنا بسلم لك طريقي، شكله كويس وشكله وحش مش دي المشكلة. أنا عايز طريقك أنت، عايز أكون قريب منك أنت، عايز أرجع لك أنت، عايز أقبل العمل اللي أنت عملته علشان خاطري. لأن هي ماش فكرة إن طريقه. أول ما قريت العدد ده كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب قد وضع، على طول حسيت من جوايا إن أنا محتاج إنه هي علاقة شخصية، ما هيش إن أنا بعمل أعمال للرب، ده علاقة شخصية. من العلاقة الشخصية دي أول ما أقول له يا رب أنت الشخص اللي أنا عايز أعيش له في حياتي، عايز أقبلك أنت، أنا بسلم أمري ليك، بسلم حياتي ليك، بسلم كل أموري ليك، تعال يا رب بفتح لك باب قلبي، تعال تخش. بعد كده ممكن أنا يحصل لي إن أنا رجلي تزل في طريق خطأ، بس دي ما هياش طريقي. أنا ماشي في طريق الرب بس رجلي زلت. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. دي بلورال هنا جمع، إن اعترفنا بخطايانا مش الخطية. الخطية هي الانفصال عن الله. خطايانا دي نابعة من طبيعتنا البشرية، إن إحنا ممكن رجلي تزل، ممكن مخي يفكر في حاجة مش كويسة، بس الرب دايما يقول لي لا انت كده بعدت عن الطريق. لو انا ماشي في طريق ده طريق ربنا وانا ماشي في الطريق ده احنا في طريقين مختلفين. لو عملت زلة هنا وارجع تاني ارجع تاني لايه؟ لطريقك انت، طريق انا. لكن لما انا
اقبل الرب واقول له انا بسلم لك طريقي، عايز امشي في طريقك انت وامشي معه هو هنا، لما اعمل حاجه غلط ارجع لايه؟ طريقه هو، طريقه هو. ودي فكره ان انا بسلم له حياتي، بطلبه ان هو يعيش معايا، بتبقى علاقه شخصيه وما بيني وما بين الرب، والرب بيبتدي انا قلبي مع قلبه. عشان كده الفرق ما بين الخروف والخنزير ايه؟ الخنزير لما يقع في الطين ما يحسش، ده طبيعي طبعته. الخروف لما يقع في الطين ما يستحملش، يقوم على طول ليه؟ لانه عايز يرجع على الطريق الصح، وده الطريق اللي الرب بيكلفني بيه. عشان كده انا بقول للناس كلها انه الثمن الدفع ما هوش ثمن كان رخيص، كان ثمن غالي جدا. كان ده احتمل الصليب مستهينا بالخزي، اتعار، كان عار عليه. لكن العار ده ايه اللي خلاه من اجل يعمل كده؟ من اجل السرور الموضوع امامه. وايه السرور انا بكلم كل الناس اللي سمعنا على القنوات، ايه السرور الموضوع امامه؟ انه في يوم من الايام انه الاب السماوي يقدر يرجع لعلاقه شخصيه معاك انت ومعاك انت، يبقى انتوا الاثنين ومفيش حاجز ما بيننا مره تانية، مفيش انفصال، نبقى ننام في حضنه ونقوم في حضنه. استيقظت وانا بعد معك. بالظبط، اقوم في حضنه حتى لما اقع ما اقعش بعيد عن ايده، اقع في ايده اقول له يا رب سامحني، ده مش 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 انا مش عايز اكون كده، اقع في ايده واقوم في ايده. ودي العلاقه الشخصيه اللي ما بيني وبين الرب. عشان كده الكتاب بيتكلم في انجيل يوحنا صح 17 عدد لذيذ جدا، المسيح في صلاته بيقول ايه؟ وهذه هي الحياه الابديه. ايه هي الحياه الابديه؟ ان يعرفوك، يعرفوك، يعرفوك انت. الحياه الابديه ما هيش السماء، السماء دي مكان، انا ممكن اخد الحياه الابديه هنا، لان لما بعرفه معرفه شخصيه بيحصل نقله للروح بتاعي، ينفخ في روحي، يبقى انا من جوايا، اللي جوايا ده جسدي ممكن يموت، افكاري ممكن تنتهي، عواطفي مشاعري ممكن تنتهي، بس روحي مش ممكن. ليه؟ لان روحي خد لمسه منه هو، روحي ده ايترنال ابدي ابدي. عشان كده انا بعيش معاه. وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت، انت. عشان كده انا بقول يا بخت الشخص اللي عارف الرب، ويا بخت الشخص اللي عايش مع الرب. ليه؟ لانه كل يوم بيستمتع من عمق، من مجد لمجد لمجد، ومفيش نهايه، مفيش نهايه للعلاقه الشخصيه. عارفه ساعات يا ايفيت وانا بخش السرير بالليل اقول يا رب ذهني ممكن ينام، مش هقدر افكر، عواطفي ومشاعري ممكن تبقى ما بتحسش وانا نايم، لكن روحي يبقى مستيقظ. اتعامل مع روحي يا رب، اتكلم معاه، عايز اقوم من النوم كده وانا شبعان. ليه؟ لانه خدت اكله طول الليل مع انه ذهني نايم، نايم وقلبي وعواطفي ومشاعري كل نايمه، بس انا في شبع، شبع مستمر. اقوم الصبحيه ابص كده حواليا واقول له يا رب انا وانت هنعيش يوم تاني، انا وانت نتحرك ونمشي. ودي الحياه اللي الرب عايزها تكون بيننا وما بينه في الوقت اللي. عشان كده لو علاقتك مع الرب، لو سلمت حياتك للرب وما كنتش دريان ان دي بعد ممكن الرب يستخدمك فيه، ممكن تكون انت لك علاقه شخصيه مع الرب، انا بقول لك ان ده الميراث بتاعك، ما تضيعهوش. عارف وانت بتتكلم يا ديفيد بتحسسنا كده، بتجرنا لشوق، بتجذبنا لشوق والعلاقة جديدة والحب جديد وعمق جديد في علاقتنا معاه. لو انتوا النهاردة سامعين الكلام ده وابتديتوا تحسوا بالشوق ده، ابتديتوا تحسوا وتقولوا الكلام ده اللي بيتكلم عنه أنا ممكن أختبره، لو دي الحالة بتاعتك ارفع سماعة التليفون واطلبنا وقول أنا عايز الكلام ده يبقى حقيقة في حياتي. في هيكون ناس بترد على التليفونات، قول لهم أنا عايز صلاة خاصة ليا، لأني أنا يمكن بمر بظروف صعبة، لكن أنا النهاردة عايز العلاقة دي اللي مش بس هتخليني أطلع من ظروفي الصعبة، لكن هتدخلني في حب مع اللي يقدر انه يطلعني من الظروف الصعبه. انا عايز يبقى في قلبي الشوق والجوع والعطش اللي خليني قاعد قدامه واقول له انا عايزك انت، عايز اشبع بيك انت، عايز افرح قلبك انت، كل حاجه بتاعتي
دي ملكك انت، كل شيء عريان ومكشوف قدامك، لكن انا عايزك انت، عايز احبك انت، عايز ادخل في العلاقه اللي ليل ونهار معاك. سمعته كان بيقول ايه وهو نايم؟ بيقول له انا روحي صاحي، اتكلم مع روحي، شبع روحي، انا جعان، انا عطشان، اتكلم في قلبي، عايز اصحى شبعان، عايز اصحى فرحان، زي ما الكتاب بيقول استيقظت وانا بعد معك. هو ده العمق الجديد، الحب الجديد، العلاقه الجديده. عارفه ايفيت، هو ده اللي يحفظنا في طريقنا. وده اللي يحفظنا لما بتحبي شخص ما بتحبيش تزعليه، ما بتحبيش تعملي حاجه تضايقه. ودي الحاجه اللي بتتاهلنا للخدمه، ان انا حاسس بقلبه عايز ايه. لما اشوفه بيعيط من اجل حد ما بقدرش ما اعيطش، لما بشوفه بيفرح من اجل حاجه ما اقدرش ما افرحش، لما بشوفه نفسه في حاجه تتحقق بدلها حياتي. ليه؟ لانه الحب اللي اثرني بيه هو اللي خلى الدافع بتاعي لكل حاجه بعملها. يعني كل حاجه انا بعملها الدافع بتاعها الحب. بالظبط بالظبط. انا عندي اولاد، بحس انه على قد الماتيوريتي او النمو او النضوج بتاع كل طفل، بحس انه بيخش في علاقه تانية معايا كأب. الطفل الصغير دايما بيبقى جواه ايه، بابا جاب لي ايه بعد الرحله. لما بسافر رحله مثلا بيبقى دايما، مثلا ابني 3 4 سنين بيبقى دايما جواه ايه، لما بشوف الهديه اللي جايبها له بيحس بايه، انه بابا بيحبني. بيحبني وده حلو. بس لو طفل، لو ابني عمره 18 سنة ولسه بيفكر بالطريقة دي، هحس ان انا في حاجة ناقصة. ان مش بس هو مستني الهدية. اما الطفل بيكبر بعد كده شوية شوية، بيجي الطفل يجي يمسك جنبي كده اديله الهدية اللي جبتها، يقول لي ثانك يو دادي، بشكرك يا بابا. بعد كده ايه، كانت ايه الرحلة، اخبارها ايه يا بابا، حصل ايه، قول لي طب عملت ايه. ببتدي احكي معاه، ببتدي افتح له قلبي ويفتح لي قلبه، يا حصل كذا كذا. بعد كده حتى الهديه ما بتبقاش فارقه معاه خالص. بيفرح بيها، بس كل اللي جواه ايه؟ انه عايز يعرف اللي شويه يوصل لسن معين، بابا ممكن اروح معاك؟ عايز اروح معاك المكان ده، ويبتدي يشارك. انا بحس انه دي الشركه بتاعتنا مع ابونا السماوي. عشان كده الكتاب بيتكلم على اخنوخ، وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد. ليه؟ دخلوا في العشره دي، وفي خلال المشي مع بعض اكتشفوا ان هم مش في الارض انيمور، اكتشفوا ان هم في السماء. فانا اعتقد ربنا قال لاخنوخ، قال له ما تخلينا قاعدين بقى، يعني نكمل هنا بقى. ما لقوهوش، وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد، لان الله اخذه. احنا ممكن الابعاد الروحيه، والروح ملوش نهايه، ذهني ممكن ما يستوعبش، عواطفي ممكن ما تستحملش. ساعات كتيرة لما بتبقى حاجات صعبة ما بنقدرش، بننهار بنعيط. ساعات كتيرة لما بتبقى حاجات مفرحة ما بنعرفش الكاباسيتي بتاعتنا، الطاقة إمكانية. الطاقة اللي تقدر ذهننا وأرواحنا، ذهننا وعواطفنا، لكن الروح، روحنا ملوش طاقة، ده إندلس. ده ممكن يخش مع الروح القدس في أبعاد، روح الله وروحي ممكن يخش في أبعاد ملهاش نهاية، ملهاش نهاية. وابقى أنا بستمتع بيه وهو بيستمتع بيا، وبعد كده أحس إنه إن إحنا واحد. عشان كده الكتاب بيتكلم عنها كده. طب إزاي أنا أبتدي أدخل في العلاقة القريبة قوي 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 دي؟ هي بتبقى بدايتها إنه عارفة الحب بيبقى ليه أبعاد. أول حاجة في المحبة إنه أنا ما ببقاش مهتم بنفسي، ببقى مهتم بالشخص التاني. عشان كده قلت لك الفكرة الخلاص وفكرة البنوة هي ما هياش فكرة انه انا بطلب من الرب ان هو يباركني في اللي انا بعمله، او ما هواش ان انا بعمل حاجات كويسة ترضي ربنا. فكرة البنوة وفكرة الخلاص هي فكرة ان انا بسيب طريقي وعيش طريقه. كلنا كغنم ضللنا، إشعياء 53، مالنا كله. فأنا بقول له أنا مش عايز طريقي مرة تانية، حتى لو طريقي كويس، حتى لو العالم كله بيقول ده الولد ده ممتاز، زي ما أنا كنت صغير الولد ده ممتاز ما بيعملش حاجة وحشة، بس جوايا ده طريقي أنا. لما قبلت الرب ودخلت، دي أول خطوة. أول خطوة
الطاقة الروحية بتاعت روحي عشان تستوعب الحاجات دي لازم تتغير، لازم نفخة من روحه، وده الخلاص. عشان كده يوحنا 1:12 بتقوله أما كل الذين قبلوا أعطاهم إيه؟ سلطان. سلطان، ده سلطان، سلطان أن يصيروا أولاد الله، الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد بل من الله، مش من لحم وجسد بل من الله. دي أول خطوة. الخطوة الثانية، ودي القصة اللي أنت كلمتيني عليها بتاعت الطب لما كنت بشتغل في الطب وإيه اللي حصل، وا وا وا. دي كانت قصة حصلت في حياتي أنا، كانت غريبة جدا. أنا كنت من وانا صغير، من وانا طفل كنت عارف أن أنا هكون دكتور، ما أعرفش إزاي حسيت أن أنا هكون دكتور، وكنت عايز من جواي من ساعة ما عرفت رب، أنا عرفت رب وانا صغير، كنت طفل صغير وعارف إيه اللي لمسني في خلاني غير حياتي. واحد من الوعاظ كان بيوعظ وبيقول لي هل الرب هو صديقك؟ قعدت أفكر، أنا كنت 19 سنين، قعدت أفكر صديقي؟ لا هو مش صديقي، أنا بعرفه لما بكون محتاج، بعرفه لما بصلي، بس لما أكون في صديقي أستمتع مع الصداقة لا، ما هو مش واحد منهم. أنا عارف مين أصحابي اللي أنا بستمتع معهم. ففجأة اكتشفت أن ربنا مش صديقي. وهو بيتكلم بيقول لو ربنا مش صديقك اطلب منه أنه هو يبقى صديقك، يرجع لك حياتك. وابتدى يفسر أنه افتح قلبك للرب يخش يبقى صديق ليك، تمشوا مع بعض. إن في رؤية 23 بتقولي هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل وتحش. أنا كنت عايزه، فطلبت منه كده. فأنا بداية حياتي مع الرب كنت عايز أنه يبقى صاحبي. أنا عارف أن أنا هكون دكتور، فكنت عايز أمجده في الطب بتاعي، أعمل اللي عايز يعمله. فدخلت في الطب أولى وتانية وتالتة، وكان من جوايا كنت بحب الطب. مش كان بابا يجيني الساعة 1 بالليل و2 بالليل يقول لي كفاية مذاكرة. ليه؟ لأن أنا كنت مشتاق أن أنا أعمل حاجة حلوة للرب في الطب. في سنة تالتة كنت قاعد بذاكر، وبعد كده كنت كل شوية كده أخد فترة أريح وقعد أصلي شوية أقرأ كتاب. فقعدت أقرأ كتاب وفجأة سمعت صوت جوايا كده، مش أوديبل، مش بودنك يعني، جوايا كده سمعت صوت بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو طلبت منك تسيب الطب هتعمل إيه؟ ده أنا بحبه. أنا بقى السؤال ده ملوش معنى خالص في حياتي، يعني إيه تسيب الطب؟ مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ السؤال ده جاي منين؟ أولا أنا لا يمكن أفكر في السؤال ده، ولا يمكن يكون ربنا، ده مخك بيقول لك كده، لا يمكن يكون ربنا. ليه؟ هو أنا هعمل عايز الطب ليه؟ ده أنا عايزه ليه هو مجده فيه. ما كنتش أنا فاهم بقى أبعاد اللي بيحصل جوايا. فعملت إيه؟ زي أي واحد مسيحي تيت ربيوك يعني أنتهر، أنتهر إبليس. إيه اللي دخل إبليس في الوقت؟ كان وقت غريب جدا في حضور الرب في المكان، أنا كنت مستمتع جدا بالرب، فما إزاي يخش إبليس في المكان ده؟ فانتهرت إبليس وخلصت بقى، عملت اللي عليا، وابتدي أرجع تاني لإيه؟ للصلاة. طلبت وجه الرب وحضور الرب كده، حسيت كده المكان زي ما يكون مليان بحضور الرب، أنا مش أنا، مستمتع جدا. وفجأة الصوت تاني يجيني يا ديفيد أنا مش بطلب منك أنك تسيب الطب، بس لو أنا عايزك تسيب الطب هتعمل إيه؟ والطب دي حاجة أنت بتحبها جدا. مش بس بحبها، ده أنا كل جوا ذاتي دي حبي، وده خطة الله ليا من ناحيتين. أنا عايز أكون دكتور، وخطة الله ليا كنت عايز أمجده فيها بقى. فأول ما حصل كده أنا استغربت، ده ممكن يكون الرب. اللي جه في ذهني بقى ايه؟ لما الرب طلب من ابراهيم يقدم اسحاق، فانا جه في ذهني فقلت يمكن يكون الرب بيمتحني. حاولت يا ايفيت اقول للرب لو انت عايز الطب تاخده، ما قدرتش. ما قدرتش. حسيت بقى جوايا في حاجه انا متعلق بيها بالطب ما اقدرش اديها. وساعتها بقى اتخضيت. ليه؟ لأن أنا كنت فاكر أن أنا بحب الرب من كل قلبي. لو الرب عايز أي حاجة هديها له، لو طلب حياتي هديها له. وأنا ياما اتكلمت الكلام ده، بس النهاردة الرب في محك عملي طلبه مني وأنا مش قادر. تتعيط بقى، أقول يا رب أنا، أنت عارف أن أنا بحبك قد إيه، وأنت عارف أن أنا مش عايز أي حاجة غيرك أنت، بس مش قادر، مش قادر أقول لك
لو انت عايز الطب خده. بس اقدر اقول لك حاجه واحده بس، لو عايز اللي جوايا، مفيش حد في حياتي احبه غيرك. غيرني بقى، اعمل اي حاجه فيا تغيرني. ما كنتش عايز بقى ابقى نظام ايه، اللي انت عايزه خده، بس انا ريق من جوايا ايه، مش ديب، مش حاجه جوايا عميقه جوايا. بس ساعتها اتخضيت، ازاي انا ابقى بحب الرب بالصوره دي وابقى متعلق بحاجات ما قدرتش استوعبها، لانه ذهني كان فاكر انه للرب عايز هدول. مرت حوالي 6 7 شهور 8 شهور، الموضوع ده في ذهني كده بس، ما الرب ما حصرنيش، ما كلمنيش عليه تاني خالص. 8 شهور تانية وانا قاعد كده باخد خلوتي، وفجأة حضور الرب، حاجة ملموسة. انا عارفة ما تحسي بخوف الرب كده، مش قادر تتحركي في المكان، انا حسيت بكده. وفجأة صوت الرب اللي جوايا تاني يجيني يقول لي، لو طلبت منك الطب هتقدر تدهوني؟ والأول مرة في حياتي يا بيت أحس إن أنا حر، لأول مرة في حياتي. قلت له الطب واللي أنت عايزه خده. كنت في الوقت ده قادر إنك تقول له أوكي خد الطب؟ أول مرة، أول مرة في حياتي أحس إن أنا حر من جوه. قلت له أنت عملت جوايا إيه؟ ده أنا كل اللي عملته طلبت طلبة واحدة، قلت له غيرني. ده أنت غيرتني لدرجة إن أنا مش بحريتي بقول لك خدها. وعشان كده من ساعة الموقف ده قلت للناس كلها، أنا دايما أقول للناس كده، أنا ساعات إحنا نصارع مع اللي جوانا، عايزين نطيع الرب أو عايزين نقبل الرب أو عايزين ومش قادرين، فنعمل إيه؟ نصارع ونقعد بقى زي ديسيبلين كده، نقدم نفسنا. لا ده مش مفروض نعمل، لازم أنا اكتشفت إنه طب ليه ما جالوش زي ما أنا؟ زي ما أنا يا رب أنا مش قادر، عايز أقبلك بس مش قادر، الحاجات دي تعباني، عاملة لي قيود في حياتي. طب أنا ما كنتش حتى عارف أنا طب أنا متعلق بيه كده، ده الرب اللي كشفه لي. فأنا بقول للناس، سواء تعرف الرب أو ما تعرفش الرب، لو أنت عايز تقبله قول له غيرني من جوه. لو في حاجة مقيداك، وظيفتك، علاقات، ممكن خدمتك، ممكن أي حاجة، كنيسة اللي انت أسسها، قول له يا رب غير قلبي، غير حياتي. عشان كده افتكر دايما العدد اللي بيقول ايه، إن حرركم الإب فبالحقيقة تكونون أحرارا. وانا اكتشفت ان الرب مش عايز ناس تخدمه بقى ايه، من ديسيبلين بقى وطاعة، لا لازم اطيع الرب، انا ما اقدرش اعمل كده. ده الرب عايز ناس تفيد حب وحرية. حرية يا رب، انا عايز اعمل لك اللي انت عايزه بس مش قادر، حررني من حرية. الحرية حرية مجد اولاد الله. عشان كده المشكلة في حياتنا ما هياش هنقدر نعمل ايه، زي ما قال يسوع عليه، قال اله هذا الدهر قد اتى، ابليس جه ولم يجد فيه شيء. اللي الرب عايزه مننا ايه؟ احرار. ان ابليس ملوش فينا شيء، ده مش معناه ان احنا كاملين، لكن كل حاجة الرب يكشفها لينا مقيدانا، هو مش بيكشفها عشان يعقدني من نفسي ويقول لي شفت بقى انت خيبان ازاي، شفت بقى انت مش هتقدر، انا عارفك مش هتقدر، شفت اهو انت شفت بنفسك. طب ليه الرب بيعلن لي عدم مقدرتي؟ عشان يقول لي يا ديفيد وقت حريتك جه، انا اقدر احررك، لانه إن لو انا حررتك بالحقيقة مش هتقعد بقى تعصلك بقى في الماضي، هحررك بحيث ان ابليس ليس له فيك شيء في الامر ده. ومن مره لمره لمره حريه مجد اولاد الله، من مجد لمجد لمجد، بحيث ان انا كل يوم اصحى الصبحيه ابقى حر. هل ده معناه ان انا كامل؟ لا، في حاجات تانية بس لسه الرب ما كشفها ليش. لما الرب يكشفها لي يبقى معناها ان وقت الحريه جه. اهي يا رب حاجه تانية، غيرني عشان اكون، مش الرب مش عايزنا نظهر للعالم امكانياتنا، عايز يظهر هو يقدر يعمل ايه، يقدر يعمل ايه في حياتي، يقدر يغيرني ازاي. الناس عايزه تشوفني وتقول مش ممكن، مش ممكن ديفيد، مش ممكن، ده ربنا اللي بيعمل كده، مش ممكن. الرب عايز ده يبقى الاستجابه بتاعت الناس
لأي حاجة أنا بعملها. ده مش ممكن. مش عايزنا نظهر بقى شفت بقى أنا قدرت أعمل إيه مع الرب، شفت بقى ده ما مش ده اللي الرب عايزه. ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. بعد الاختبار ده قلت له خد اللي أنت عايزه يا رب. ساعتها بقى لأول مرة في حياتي أكتشف الأمر اللي هو أنه في حرية حقيقية تحصل والرب يقدر يديها. 8 شهور عملها جوايا من غير ما يعمل لي كورنر ولا يعمل لي حاجة. بعد الاختبار ده الرب قال لي كمل. خلصت بقى 3 سنة ورابع سنة وخامس سنة وسابع سنة، اشتغلت طب 4 سنين. ده انت كنت نابغة كمان مش دكتور عادي. كان جوايا ان انا دلوقتي بقى افتكرت ايه ساعتها، انه ده الرب اختباري معاه زي ابراهيم وإسحاق، ان انا قدمت له والرب قال لي ايه خلاص انا حررتك. بس من جوايا ديب جوايا كنت حاسس ان في حاجة تانية بس ما كنتش عارف ايه هي. اشتغلت في الطب وابتديت بقى ايه، لان انا من النوع اللي من جوايا لو هعمل حاجة اعملها من قلبي. انا ما احبش بقى ايه لا انا مدعو للخدمة، لا ده انا الرب ليه خطة في حياتي فانا النهاردة بس بقضي وقت. انا ما عنديش كده. لو الرب مديني حاجة النهاردة اعملها بكل قلبي. ليه؟ لان الرب ما عندوش وقت ضايع. لو انت حاططني اكون بعمل كليننج، اعمل تنظيف للمكان ده هنظفه زي ما يكون البيت اللي انا عايشه طول عمري. حتى لو كان يوم واحد اعمله بقلبي. ودايما انا اقول للناس كده، اقول لهم ربنا ما عندوش يا طب لسه وقته ما جاش خليه طب يعمل الحته دي لحد ما الوقت يجي. لا، لان طاعتك النهارده بتحدد الرب هيعمل معاك ايه بكره. ده امين في القليل اقيمه على الكثير. مش امين في القليل هتقعد تلف 40 سنه بالظبط لحد ما تتعلمها. فالنقطه اللي انا دايما اقولها للناس انه ساعات بنبقى عايشين للمستقبل. ما تعيش للمستقبل، المستقبل هيجي هو هو. طاعتي النهارده هتديني بكره، وطاعتي بكره تديني بعده، والمستقبل يتحقق بالستبس اللي انا بالخطوات اللي انا عايشها من الرب. فما تعيش للمستقبل، عيش يومك النهارده كانه ده اليوم اللي الرب اداهولك عشان امجده وعيش له في حياتي النهارده، لان بكره تبع النهارده. المهم فانا عملت كده، عملت للرب كده، قلت له يا رب خد اللي انت عايزه. فقال لي كمل. خلصت والرب باركني، فتح لي ابواب، ابتديت ادرس زي دروس خصوصيه واعمل تشارج، اعمل زي فيس كده، زي كل واحد يدفع فلوس. دروس خصوصيه والرب باركني. تسعيره يعني؟ تسعيره. الرب باركني بركه. استغربت ايه ده، يعني كان السعر بتاعي انا اكبر من المدرسين بتوعي. فانا مش فاهم الرب بيعمل ليه كده. باركني ماديا، باركني صحيا، باركني في كل حاجه بعملها. فانا قلت ايه ده غريب، ده فعلا ده امر إسحاق. الرب حرره بس باركه بقى. بعد 4 سنين انا بدرس بقى، ولو تعرفي انا بحب الحاجات دي ازاي يا ايفت لا يمكن تتخيلي، روحي فيها، بعمل حاجه زي ما اكون من قلبي. بدي الدرس وبشتغل في المستشفى، بشتغل بخدم في الكنيسه، كل حاجه من نظر العالم ممتازه بيرفكت يعني ممتاز. بس انا من جوايا حاجه، من جوايا بتقولي في حاجه لسه الرب بعدك ليها مش فاهمها. ففي رابع سنه وانا بشتغل دخلت الدرس واحس من جوايا زي ما يكون ازاي اخلص بسرعه، مش قادر. ايه ده، اول مره في حياتي 4 سنين. ايه ده ايه ده. افتكرت ان انا ايه تعبت جسمانيا. كنت بشتغل من 7 الصبح ل 12 بالليل ما بين المستشفى وما بين التدريس وما بين الكنيسه، خدمتي في الكنيسه. قلت انا تعبت جسميا محتاج راحه. خدت ويك اجازه، اسبوع اجازه، خدت اجازه وريحت، رجعت تاني مش طايق، مش قادر اقف ادي درس. الحاجات اللي كانت مصدر سعادتي انتهت. طب ايه ده، قلت يمكن الرب عايز يكلمني في حاجه، اخد وقت قدام الرب. فخدت اسبوع تاني وطلبت الرب، ايه يا رب اللي انت بتعمله. اول ما قعدت قدام الرب سمعت صوت جوايا قال لي يا ديفيد انا اخترت ناس يكونوا دكاتره بس مش انت. ساعتها جوايا عارفه لما وبعد 7 سنين مذاكره و4 سنين براكتس بشتغل في الطب، 11 سنه كنت فين من 11 سنه؟
لما انت مش عايزني في الطب ما كلمتنيش ليه من 11 سنه فاتت؟ النهارده جاي تقول لي. بس الرب كان غريب جدا، كلمني قال لي انا ما اخترتكش لده، انا اخترتك لقلبي. اخترتك لقلبي. قعدت اعيط زي الطفل يا ايفات، اول مره اسمع من الرب انه مش عايزني عشان اخدمه. ده في حاجه اكبر من الخدمه. عارفه لما ممكن تتأجري خدام الخدمه، بس الابن مختلف. ده ابني. صحيح ان ابني عايزه يشتغل معايا وعايز يتدرب وعايزه، بس مش ده الدافع ان هو ابني. ابني بتاعي. اللي ممكن يجي يجري ويقعد على حضني على حجري، ممكن يجي يتنط ويحضني، بس الخادم ما يقدرش يعمل كده حتى لو كان اعظم الخدام. الخادم في بيت سيده ما يقدرش يعمل كده، لكن الابن بس اللي يقدر يعمل كده. قال لي انا اخترتك لقلبي وانا مشتاق لك وعايز استخدمك مع ناس تانية انك تعد لمجيء التاني. سمعت الكلمه دي ومخي ضرب. مجيء التاني؟ تتكلم على ايه؟ يعني ايه مجيء التاني؟ انت عايزني انا اكون جزء من الاعداد للمجيء التاني؟ طب وايه المجيء التاني؟ ده بولس في الرسائل كان بيتكلم على المجيء التاني 2000 سنه فاتت. النهارده عايز نسيب الطب عشان المجيء التاني؟ ايه انت مستعجل على ايه؟ ده 2000 سنه عدت كلهم كانوا بيتكلموا على المجيء التاني، مخي ما قدرش يستوعب. طلبت بقى، قلت ايه؟ لا ده الموضوع ده كبير. ورحت واخد سمستر اجازه، واخد 3 شهور. طبعا الناس ما كانتش عارفه انا واخد الاجازه ليه، بس انا خدتها بقى. انا قلت له انا وانت بقى لازم تفهمني. المشكله اللي جوايا ما كانتش الطب. ليه؟ اول ما قال لي انا مش دعيك لكده، على طول من جوايا احساس انا حر، اللي عايز تاخده خده. فكل السنين اللي ذاكرتها وبعد كده فاشتغلتها ما اثرتش عليا. الحريه اللي ادهاني الرب وانا في ثالثه زي ما هي، بس اللي جوايا بقى ايه؟ مخي مش قادر يستوعب ايه؟ الكلام ده. الكلام ده. طب ده ازاي؟ ازاي الرب عايز ايه ده؟ ايه معناه؟ فرحت واخد 3 شهور. ابتديت اطلب الرب. اطلب الرب يا ايفيت بكل قلبي بقى. والثمن حاس. مفيش اي استجابه. يوم يومين يمروا، 3 ايام يمروا. وانت عارفه بقى انا جاي من برنامج بقى من ايه؟ من 7 الصبح ل 12 بالليل. مشغول على طول. وانا النهارده قاعد. عارفه بقى كميه الافكار اللي كانت بتمر بذهني زي ما يكون على قطر ب 1000 ميل في الساعه. ما كنتش قادر ما قدرتش استوعب ازاي الافكار دي كلها جوه مخي. المهم 4 5 ايام فاتت ابتدى مخي يهدى شويه. وابتدى ابقى رستت كده من جوايا. مستريح. ايه يا رب عايز ايه؟ مفيش. طب قول لي انا هعمل اللي انت عايزه، بس كلمني قول حاجه. مفيش. تتعيط. اقول لي يا رب انا النهارده مش ما اقدرش اعمل، ما اقدرش ارجع تاني، لان انا النهارده انا انت حاططني في موقف لا اقدر ارجع ولا اقدر اروح. عايز مني ايه؟ قول لي انت عايز مني ايه؟ تتعيط. وعيط بكل قلبي قدام الرب. اتكلم كلمه هعمل اللي انت عايزه. مفيش. دموعي انتهت، صلوات انتهت، بقيت زي واحد متساب كده وانا مش عارف اروح فين واعمل ايه خالص. قلت له يا رب انا خايف على نفسي، هرجع الطب ولما تعوزني اندهني، لكن ما تسيبنيش كده. حبيت ارجع الطب ما قدرتش. جوايا بقى مقفول خالص. طب اعمل ايه؟ مقفول. فحسيت ان انا زي ما يكون الرب حاطني في كورنر ومفيش مفر. جاتني افكار بقى. انا من جزء من التدريب بتاعي كان في علم النفس. سايكياتري. الطب النفسي. الطب النفسي. في الطب النفسي شفت مريضين، 2 patients، 2 عيانين. واحده منهم كانت ست جميله جدا. بس كانت مخها ضرب، فكانت فاكره ان هي عروس المسيح. فكانت كل يوم تلبس لبس حلو وايه ومستنيه المسيح يجي ياخدها. اما تتكلمي معاها كونفينست يعني مقتنعه جدا. فكنا بنعالجها في المستشفى و و و واحد تاني راجل كان فاكر ان الرب جاي على القطر ياخده. تقولي له ان ما فيش حتى القضبان في المستشفى، ما يقول لك رب يخلق القضبان.
عنده بقى إيمان هلوسة إنه الرب هيعمل قضبان في المستشفى ويجي على قطر، فكان دايما يحط هدومه في شنطة ويستنى القطر كل يوم. فأنا بقى الأفكار دي جاتني بقى، ده الكلام ده من كام، 5 6 سنين فاتت، الأفكار دي جاتني، قلت الناس دي كانت في يوم الأيام عقلة وحصل لها كده، طب إيش عرفني إن أنا مش هيحصل لي الكلام ده؟ مش عرفني إن أنا في اللي واخدني فيه الرب ده مش هفقد عقلي، لأن أنا ما كنتش قادر أستوعب اللي بيحصل، أنت عايز مني إيه؟ طب قول لي، وهو ما بيتكلمش. وصلت المرحلة يا بت، فأول ما ابتديت بقى عارفة كل الديزايرز اللي جوايا، بص يا رب لو عايزني أقف قدام ملايين هقف وأوعظ عنك، عايزني أشفي المرضى هعمل كده، عايزني أخرج شياطين هعمل اللي أنت عايزه بقى. تخيلي بقى إيه؟ واحد جاي من الطب بكل الهايلمان واللي الرب عمله معايا، لما الرب يستخدمني بقى هيستخدمني في حاجات عظيمة جدا بقى، حاجات تليق بالشخص اللي هو بالظبط بالظبط تليق بالشخص، هسيب الطب لإيه؟ لحاجة بقى عظيمة جدا. ده بداية صلاتي. من خلال الحاجات اللي أنا مريت بيها بقى في أسبوع في اتنين في تلاتة، تلات الحاجات دي كل اللي كان جوايا بس يا رب اتكلم قول حاجة اللي أنت عايزه، ابتدى يفضيني من إيه؟ من كل التصورات اللي الرب ممكن يستخدمني فيها. يعني ابتدى يفضيك خالص. انت قلت حاجة يمكن الناس عايزة تعرف، انت بتقول الرب قال لي الرب قال لي الرب قال لي، ازاي كان بيقولك؟ يعني في لمحة كده صغيرة الناس عايزة تعرف ازاي الرب كان بيقولك. بصي يا فيت، سماع صوت الرب ده من اسهل الامور ومن اصعب الامور. ممكن نعمل له تعقيد وفلسفة بحيث ان احنا من ده، وممكن يبقى طفل بسيط زي صمويل علي الكاهن ما قدرش يستوعب في الاول. صمويل سمع صوت الرب. هدي لك مثل بسيط جدا، عشان اول ما بنقبل الرب بيحصل نقله للروح جوايا انها تقدر تسمع صوت الرب. يوحنا 10 يقول ايه؟ خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. صوت الغريب لأنها لا تعرف صوت الغرباء، مش تعرف صوت الغرباء، لا تعرف صوت الغرباء. دي فكرة خطيرة جدا في الكتاب. صوت الغريب لأنها لا تعرف صوت الغرباء. مشكلتنا إحنا إيه؟ إن إحنا عايزين نسمع كل الأصوات عشان نميز صوت ربنا من كل الأصوات. أنا مش فارق معايا كده، أنا مش عايز أسمع كل القنوات عشان أضبط على القناة اللي أنا عايزها، أنا عايز القناة اللي أنا عايزها بس. يعني صوت داخلي جوايا، صوت داخلي جوايا، وممكن يبقى فكر الرب يحطه جوايا يديني سلام. سلام داخلي، عشان كده بيتكلم عنه في فيليبي 4 يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فيليبي 4 يحفظ مين؟ يحفظ قلبي وفكري. القلب اللي هو إيه؟ عواطفي ومشاعري. فكري اللي هو إيه؟ ذهني وأرائي. يحفظ دولة فين؟ في المسيح يسوع. السلام الذي يفوق كل عقل. كل واحد بيقبل الرب، رب بيديله السلام ده. كل واحد. المشكلة بقى إيه؟ بنعقل. نبتدي نفكر بعقلنا. نعقل معناها إيه؟ أنا لما كان جوايا الكلام ده، الناس اللي أنا اتعرفت عليهم مسيحيين بعد كده قالوا لي ما إحنا كلنا كنا كده بس عقلنا. ما أنا عارف تقول لي بقى ايه، الرب قال لي روح اكلم الشخص ده، الرب قال لي اعمل كذا، ما احنا كلنا كنا كده بس دلوقتي عقلنا. فانا لما ابتديت بقى ايه، طب انا محتاج اعقل، وكان الرب ودايما حاجات الرب ايه فيها شويه كده ابعد من المخ. ليه؟ من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. كما علت السماوات على الارض هكذا علت ايه افكاره عن افكارنا وطرقه عن طرقنا. إذا كانت علو السماء عن الأرض، علو فكر عن فكري، إزاي أنا فكري وفكري يتقابلوا؟ إزاي؟ في الروح مش ممكن هيتقابلوا، غير روحي وروحي يتقابلوا، لأن الفكر بتاعه هو أعلى من فكري. عشان كده الناس اللي تقولك لو أنا مش قادر أستوعب يبقى مش ربنا، انتهيت. ليه؟ لأنك هتعيش في الحاجات اللي ذهنك يستعملها أو يفهمها، ودي حاجات كل ما بين هذا المستوى وما بين مستوى الله اللي السماء على الأرض، كل ده مش هقدر استوعبه. ليه؟ لأن ده فكره هو الأعلى من فكري. عشان كده فكرة التسليم وفكرة أنه يا رب
اديني سلامك الذي يفوق العقل، رجعه لي مرة تانية. فأنا اللي حصل في حياتي، أنا حصل الكلام ده فعليا، أنه حصل الفكر أن أنا عقلت، زي ما افتكرت أن أنا عقلت، لحد ما ابتديت أحس أن أنا مش قادر أستمتع بالرب زي زمان، مش قادر أعيش في الحاجات اللي هي بياند، أبعد من مستوى تفكيري. أن الرب يقول لي امشي على المية، مخي ما يجيبش الحاجات دي. الرب يقول لي معاك كام؟ معايا سمكتين وخمس خبزات وسمكتين. طب اطعم الجموع دي كلها. دي حاجات ابعد من ذهني، ابعد من فكر. حتى يوحنا المعمدان اللي ما عملش له معجزه، كل حياته ابعد من فكره، اكله شربه لبسه طريقه تعليمه عيشته كان عايش فين. حاجات الرب اللي بيعملها ابعد عن ذهننا افكارنا. عشان كده اول ما بنعقل بيحصل ايه؟ احنا مش بنعقل، احنا بنحد طرقه اللي نقدر نستوعبه. فانا بجيبه من فوق لتحت، بدل ما هو يجيبني من تحت لفوق، بدل ما يقول لي اطلع اطلع يا ديفيد، اطلع تعالى كم اب هير، تعالى هنا. فاول ما الرب كلمني وقال لي انت ما عقلتش، انت فقدت محبتك الاولى، تعالى قريب مني. وهنا نقطة خطيرة، إن ممكن إن إحنا نفضل نحسبها بمخنا ونفكر فيها ونقول لا ده ما ينفعش، لا ده مش ممكن يكون صوت ربنا، وساعتها بنفقد المحبة الأولى، بنفقد الحرارة في الروح، لأن العقل هو المتحكم، مش قلبنا ومش بالزبط. روحنا ومش بالزبط. حياة الصلاة اللي إحنا بنقعد قدام الرب فيها. طب أنت ذكرت نقطة خطيرة جدا عن علاقتك بأولادك، وقد إيه إن الابن هو اللي يترمي في حضن الآب ويقدر يجري عليه ويقول له أنا موجود، أحضني، أنت حاسس بيا. النهاردة ممكن يكون في ناس كتير جدا متألمين، تعبانين، عندهم ظروف ملخبطة حياتهم ومش عارفين يعملوا إيه، وبيقولوا له إحنا عايزين نترمي في حضنك وعايزين نسمع صوتك، عايزين نعيش الحياة اللي الراجل ده بيقول عنها. الكلام اللي هو بيقوله ده يمكن مش قادرين نستوعبه، لكن أنا عايزة أجي لقلبك وعايزة أجي لحبك وعايز أعرف إن أنت عارف وحاسس بيا. أنت كأب النهاردة بيبقى إيه شعورك لما ابنك بيكون تعبان؟ وده هينقل لنا فكرة الله وقلب الله لينا لما بنكون تعبانين. مش بس لما بيكون تعبان، أنا اكتشفت أنه أنا مع العيال بتوعي لما بكون خارج نتمشى أكتر حاجة بفكر فيها مين؟ هم أكتر واحد ضعيف في أولادي. ما بفكرش في القوي فيهم. وإحنا ماشيين دايما عيني على مين؟ أضعف واحد اللي مش قادر يمشي. ودايما بقى أنا كأب بعمل إيه؟ بظبط خطوتي مع مين؟ مع أضعف واحد. مع أضعف واحد اللي قدام أنا شايفهم هيقدروا يمشوا، بس أضعف واحد. النهاردة وأنا رايح العربية قعدت أفكر في الحاجات دي كتير. النهاردة وأنا رايح العربية مين أكتر حاجة أنا ببص عليها؟ الشخص اللي أصغر واحد ده، اللي ما قدرش، اللي مش قادر يهتم بنفسه، هل قادر يكون في العربية ولا لأ؟ لما يكون معايا واحد هانديكاب، معاق، مين الشخص اللي أنا دايماً بهتم بيه؟ المعاق، ما بهتمش بالقوي، أهتم بالمعاق. وده قلب الرب. قلب الرب كل ما عندنا حاجات مش قادرين هو دايماً يبقى جنبنا. أنا دي القصة حصلت معايا أنا فعلياً، كانت غريبة جداً، لأول مرة أكتشف قلب الرب فيها. كانت واحدة من بناتي كانت صغيرة قوي، كانت حوالي 5-6 سنين، كانت بتلعب في الجنينة ورا وانا قاعد في البتاع. كان يوم احد الصبحيه ورايحين الكنيسه، فانا لبست لبسي وقاعد كده، وهي في الباك يارد في الجنينه عماله تتمشى وتعمل كده. فجاه السلم من الجنينه بيطلع على المطبخ فوق، وبعد كده تخش على اوضه الصالون بتاعتها. فهي فجاه انا بسمع صوت رجليها طالع على السلم المطبخ، وحسيت الباب بيتفتح وحد بيجري جوه. فانا عرفت ان هي ايه، دخلت وبتجري بتشوفني فين. فبتقول لي بابا. فانا قلت لها انا هنا. فجاه انا لسه ما دورتش عشان ابص، زي الصاروخ كده مرميه في حضني. بس اترمت في حضني بايه؟ وهي بتلعب في الجنينه شافت ورده.
فكل اللي جيفز انها ايه؟ عايز ادي الورده دي لبابا. فراحت قطع الورده، بس لما قطعتها قطعتها بايه؟ بايديها، بالطين والحاجات اللي حواليها. طبعا هي مش فاهمه، 5 سنين مش فاهمه، فماسكه الورده بالطين وكل اللي حواليها، وفجاه بقى ايه؟ وسختك. مش بس وسخت، في حضني وبتديني الورده وبتقول لي بابا دي ليك. طبعا ببص على الطين انا نازل على هدومي، وببص على قميصي خلاص كله متطين دلوقتي، بس اول فكر جه جوايا ايه؟ هي حاجه من اتنين. يا اما ابعدها عشان انضف هدومي، يا اما احضنها اكتر والطين بقى ايه؟ انتهى خلاص بقى هيتعصر جوايا. الحاجه اللي انا استغربت لها هو ايه؟ ما فكرتش، رحت واخدها في ايديا ورحت حاضنها وبوستها وشكرتها. وانا ببص على الطين بصيت فوق كده قلت له هو ده قلبك مش كده؟ هو ده قلبك. وانا متطين وانت عارف ان انا ده كل اللي اقدر اعمله. هي قلبها حلو جايبه لي، بس مش عارفه تنظف الورده من الطين و و و و و. وده اللي انا عايز اقوله للناس، مهما كانت حالتك حتى لو كانت متوسخ، عشان كده اللي انا بحبه في قصه الابن الضال هي ايه؟ انه جاي متوسخ، ما نظفهوش قبل ما يحضنه. حضنه الاول. حضنه وهو كان مع مين؟ مع الخنازير. جاي مع الخنازير، ريحه الخنازير، وسخت الخنازير، ده كان بياكل اكل الخنازير. باول ما الكتاب يتكلم ايه؟ ولما راه رقد اليه وقع على عنقه وقبله. بعد كده قال للخدام ايه؟ نظفوه. ليه؟ لانه عايز الرساله اللي توصل ليا وليك يا ايفيت ولكل المشاهدين. انا مش هنظفك عشان احضنك، ده انا هحضنك الاول بوسختك. عايزك تحس ان انا قابلتك زي ما انت. مش لما نضفت، مش لما تبت، حتى تبت الابن وهو ما بتحضن، هو في قلب الاب. ابتدى يقول التوبه اللي كان بيحضرها في طريقه. اما اشوف ابويا هقول له اخطات الى السماء وقدامك، لا ما ادوش فرصه. حضنه وحبه رح. ودي اللي دعوه اللي لينا دلوقتي، كل الناس في كل انحاء العالم، الدعوه ليك النهارده. لو انت تعبان، لو انت شايف نفسك مش قادر، لو انت حاسس نفسك ضعيف، لو انت لاقي ان خلاص انا مش قادر اعمل اي حاجه، انا النهارده ضايع، انا النهارده كل حاجه بتقع مني، انا النهارده مفيش امل في حياتي، انا مش شايف انا ليه حتى اعيش. النهارده قلب الاب بيقول لك انا فاتح ايدي ومستنيك تيجي وتترمي في حضني. تعال في حضني زي ما انت، بتعبك، بوسختك، بافكارك، باللي انت مش قادر تحله، بالمشكله اللي انت شايفها عويصة جدا وملهاش حل، والعالم بيقولك ملهاش حل. هو بيقولك النهاردة أنا عندي الحل، الحل عندي في حضني. تعالى وترمي في حضني زي ما انت. لو انت النهاردة بتعاني من أي مشاكل، لو انت النهاردة عايز صلاة، لو انت النهاردة بتقوله أنا عايز ناس ترفعني، احنا كجسد المسيح النهاردة موجودين عشان نرفع بعض بالحب. الحب اللي في قلب الآب اتنقل للجسد، والنهاردة الجسد كله بيحملك لحضن الآب مرة تانية. لو انت النهاردة محتاج صلاة لشغل، ما فيش شغل، ما فيش رزق، البيت هيروح منك، عيالك ومراتك هيروحوا منك، أخطأت وعملت تصرفات غلط ومش لاقي طريقة تاني للرجوع، ارجع لحضن الآب. هنصلي معاكم، هنرفع طلبات الصلاة، لأننا جسد واحد النهاردة بقلب واحد، قلب الآب اللي بيتحرك ناحية كل الناس وبيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أرفعكم وأنا أعينكم وأنا أشيلكم. إحنا النهاردة موجودين علشان نقول لكم إن في قلب بيحبكم، في آب عينه عليكم، في آب فاتح ذراعيه وعمال يقولوا تعالوا تعالوا تعالوا. النهاردة ارفع سماعة التليفون واتكلم وقول أنا عايز أجي، أنا عايز أجي بمشكلتي اللي مش لاقي لها حل، وقول مشكلتك للأوبريتور. وإحنا في نهاية الحلقة هيكون وقت صلاة بنرفع فيه بكل قلب وبكل حب طلبتك أمام الآب، وهترفع
مش بس احنا اللي قاعدين، لكن كل الناس حوالين العالم هيكونوا بيصلوا معانا علشان طلبتك ترفع امام الاب. وبعد كده بتكون كل طلبات الصلاة بتروح لغرف صلاة في جميع أنحاء العالم، وتأكد إن الله بيسمع الصلاة، وكل صلاة مرفوعة قدامه دي مش حاجة وخلاص، لكن هو بيشوفها. ودموعك النهاردة يمكن شفنا دموع ديفيد وهو بيحكي عن اللي ربنا عمله معاه، الدموع دي محفوظة في زق عنده، دموعك محفوظة في زق قدامه. تعال بدموعك وارفع سماعة التليفون واطلب وهتشوف الله هيعمل ايه. استجابات الصلاة يا جماعة في غرف الصلاة بنشوف حاجات رائعة، بنشوف استجابات للصلاة لان قلبه هو قلب الحب، هو قاعد مستني انه يستجيب صلاتك ويسمع ليها. زي ما بنشوف الاب لما بيشوف ابنه تعبان متعور قلبه بيبقى شكله ايه؟ احكي لنا يا ديفيد قلب الاب بيبقى شكله ايه؟ المحب ده لما بيشوف ابنه تعبان مجروح متعور بيبكي بيبقى قلبك ايه وقلب الاب يبقى ايه؟ ما دي من الحاجات الرب عايز يفتح عينين كله، يفتح اسلة. عارفة زي ما يكون ابليس بيحط غشاوة على عينينا من قلب الاب، وبيحسسنا انه الاب هو مجرد الحاكم القاسي اللي بيحاول يستقص انت اخطيت فانا بعمل كده وانت عملت وانت بعمل. الفكر بتاع قلب ورحمة الاب فكر مش سهل على طبيعة البشرية. الاله اللي خلق ده كله والاله اللي عمل ده كله ازاي يقدر يحبني بالمنظر ده؟ عشان كده الرب لازم يفتح عينين. وانا دي طلبتي وانت بتكلمي يا ايفيت، كان صلاتي قدام الرب بقوله افتح عيني الغلام ليرى، افتح عينين الناس عشان تعرف. لانه لما الرب فتح عينيا وابتدى اشوف ده اعلان، اول ما ابتدى اشوف محبته ابتدى اشوف انه وانا في ضعفي. يمكن في ناس بتفتكر انه اول مره لما اجيله زي ما انا، بس بعد كده بقى لازم مستنيني اشوف بقى ازاي ان انا اعيش صح وازاي انا، فلما بقع واتعور و زي ما يكون مش قادر ارجع له، مش قادر احس بيه، او ان انا خطيتي كبيره على الرب. طب هل هيقدر يحس بيا؟ هل غلطتي اللي انا عملتها كبيره؟ الرب بيقول لكل الناس، بيقول لك ايديا مفتوحه، ايديا مفتوحه، ده انا عايز اضمك لصدري واقول لك تعالى. لانه قلب الاب بيتقطع اكتر ما الابن بيمر بيه. انا الواحد لما اتجوز وخلف ابتدى يحس بحاجات كان دايما يسمعها في ذهنه وما كانش يعرفها. لما ابني بيكون تعبان بيمر بظروف صعبه، كنت بستغرب على ما بقدرش انام بالليل، ببقى بطالب الرب وبتضرع للرب، انقذ ابني، اعمل حاجه مع ابني. وابتديت افكر طب وده جه ازاي؟ ده قلب الاب السماوي اللي حطه جوايا انا، ده زي ما يكون عربون صغير من قلبه هو لينا. عشان كده انا بحس انه الرب عايز يمسك الناس دي كلنا كده ويضمنا ويدخلنا الى حضنه ويحسسنا بدفء. زي ما الابن الضال حصل معاه، راح دخله لحضنه وابتدى يحسسه انه مع انك انت بعدت ومع انك انت خرجت ورا البيت ومع انك انت طلبت ميراثك، ودي حاجه ما عندنا في التقاليد وفي القانون، حتى محدش يقدر يطلب ميراثه قبل ما الاب يموت. اعطيني نصيبي الذي يخصني، اعطيني قسمي، محدش ياخد قسمه قبل ما ابوه يتوفى. فبالمعنى الثاني ان هو ما كانش حاسس ان العلاقه بينه وبين ابوه وصلت لدرجه انت اكنك ميت في نظري، وخد وعاش حياته. لما ابتدى يبص لذهنه، الكتاب بيقول وعاد الى ذهنه، ابتدى يحس انه كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك واتدور، اقوم وارجع الى ابي، اقوم وارجع الى ابي. بس كان في ذهنه هو ايه؟ مش ممكن هيقبلني كاب، كاحد خدامه له جراء اجير، حتى الاجير في بيت ابي يفضل عنه الخبز، حتى الاجير. فذهنه هو راجع، كل الفكره في ذهنه هو راجع، هو ايه؟ بيشوف انهي اجير في بيت ابوه يكون. بس الاب لما قابله قال له كنت ميتا فعاش، وكان فالرب بيضم الاحضان، بيضم صدره. لو انت النهارده حاسس
إنك محتاج حضن، محتاج حب، محتاج تشعر بالأزرع الإلهية بتحوطك وبتوريك الحب ده، وبتقولك تعالى أدخل معايا في علاقة حب، تعالى أدخل معايا في علاقة جديدة من نوع جديد بعمق جديد تقدر فيها تتمتع بكل شيء. مفيش حد جوانا، مفيش حد يقدر من جواه يشبع الشبع التام بالحاجات اللي حواليه، ولا شغل ولا راجل ولا ست ولا أولاد ولا أي شيء ممكن يشبعك. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تشبعك هي وجود الله في حياتك، هو اللي يقدر يملى كل الفراغ. يا ما ناس بتحاول تملى الفراغ اللي جواها بالنجاح، بيقولك أنا لما أتجوز الست اللي هتجوزها هي اللي هتملى كل حياتي، أو العكس الست تقول أنا كل اللي عايزاه راجل يملى علي حياتي. مش هو ده اللي هيملى حياتك. ياما ناس بتحاول تشبع حياتها بالدراجز، بالمخدرات، بالسينمات، بالتلفزيونات، باللبس، بالشوبينج، بأي حاجة تقولك أملى بيها حياتي. الحاجة الوحيدة اللي تملى حياتك وتدخلك في علاقة حب جديد وعمق جديد ليل نهار، ليل نهار في حب. يعني أنا سمعت مرة كان في واعظ بيقول أنا بلاقي نفسي في وسط النهار بفضي نفسي كده وأسيب نفسي من كل حاجة، وكل اللي أنا أعمله أقول يسوع، أفضل أقول يسوع 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 يسوع، وابتدي أحس بحضوره، وابتدي ألاقي إن أنا بناديه، وهو لما أنا بناديه هو بيسمع لي وبيقول لي أنا موجود أنا موجود، وتحس بوجوده وتحس بحبه وتحس إنه سندك إنه واقف جنبك. خد أوقات في وسط النهار وابتدي أقول بس يسوع، بس أقول يسوع، بس ارفع اسمه، بس أقول أنا بنادي عليك، اسمك طعمه حلو وأنا بنطقه، اسمك ملذ ليا، زي ما كان محسن بيقول إن الله بيتلذذ بينا، هو بيتلذذ بينا وإحنا كمان بنتلذذ بيه. النهاردة دعوة بيه ليك ودعوة لكل مشاهد إنك اتعلم إزاي تتلذذ بيه، اتعلم إزاي تقوله أنا بنطق باسمك ودي مشكلتي، يسوع أنت اسمك عظيم، اسمك كبير، أنت اسمك رب الجنود، انت اسمك أدوناي ملك وسيد، انت اسمك يهوى الإله القادر، انت اسمك شداي، اسمك القادر على كل شيء. انا بنطق باسمك، كل مرة بتقول يسوع بتنطق بكل اسماء الله وبتعلن قوته في اسمه. معنا مكالمة، أميرة من سوريا، اهلا بيكي أميرة. نعم نعم اهلا فيكم. اهلا بيكي، احنا سامعينك، انت معانا على الهوا. الله يباركك اخت ايفيت. ايوه الاخت ايفيت، الله يباركك، يسعد مساكم. شكرا حبيبتي. يسعد مساكم، انا بحبكم كثير، بحب يسوع ربنا والهنا وبابا، هو انا بابا لالي ولالكم لكل انسان. الله يسعد مساكم ويسعد مساكي انت والاخ ديفيد، الله يبارككم. أنا مبسوطة كتير عم بسمع صوتكم وعم بسمع كلامكم العسل اللي عم بيعطينا شجاعة ويعطينا انتصار وإيمان أقوى، فأنا بتشكر الله من أجلكم. شكرا. يا إخوتي الأحباء، وبقلكم كمان أنه إن شاء الله بتسلم حياتكم من أجل الأخ إيميل بطرس، تسلم حياتكم ولقائنا مع يسوع في السماء، بنلتقي أكيد عن قريب. وهلأ بحب أحكي أنا مشان الأخ ديفيد حكى هو موضوع الابن الضال، وأنا كتير هذا على بالي، وبقول دايما لأهلي للكنيسة أو للإخوة هون في سوريا في بلودان، بقلهم أنه قديش الأب بيحب أولاده، كان جاي من الخنازير وعبطه وحضنه وبوسه وما قال له روح اتحمم. أنا هاي اعطيني الرب تفسير اختي ايفيت اذا تفضلي اتكلم. تفضلي. لانه الاخ ديفيد الله يباركه، الله عطيه اشياء حلوه كثير، وانا عندي رؤيه ورجاني اياها الرب انه يسوع قرب يجي على السحاب، لازم نكون منتظرين عشان رح يخطف الكنيسه عن قريب من الارض. هلا الوقت وقت انه نكون مستعدين، والحصاد كثير، ونطلب من الله يبعث فعلي لهالحصاد هذا. انا بتشكركم من كل قلبي، انا بدعي لكل الناس، بدعي
الله إلى أهل سوريا أهل العرب كل عرب يا رب الله يقظ ضميرهم حتى يكونوا مستعدين لأنه قرب يسوع يجي. ما حلو نكون نايمين ونكون مثل الابن الضال أو الخراف الضالين دايرين من محل لمحل. يسوع بيحبنا، يسوع بيحب كل الناس، بدعوكم تعالوا إله، تعالوا إله، تعالوا دوقوا ما أطيبه. الله يبارككم يا أختي. بدي أقول كلمة إنه الخنازير بعيد عنكم قديش وسخين ونجسين، وهي هلأ في كتير عالم من الأبناء الضالين اللي تركوا بيت الآب، تركوا الكنيسة ورايحين في وادي، في وادي اللي هو الهلاك أو البعد عن الله، ومع إنه هن أبناء معمدين هن أطفال على اسم الآب والابن والروح القدس. أنا ما بريد إنه يرجعوا يتعمدوا مرة تانية، الرب ما بريد إنه نرجع نتعمد مرة تانية بعد ما نحن جينا من الخنازير اللي هن بيشيلوا على الأرواح النجسة والسحر والزنا والقتل وكل شيء. تعالوا بس ليسوع يا أبناء الله الضالين، تعالوا قلوا تعالوا تعالوا أيها الخراف الضالين إلى يسوع. يسوع بحبكم، يسوع فداكم بدمه، يسوع رحمكم، هو الرحمن هو الرحيم هو القادر على كل شيء. ربنا يباركك يا أميرة، قد إيه كلماتك مشجعة. الله يبارككم. أنا بدعي الناس كلها حبيبتي لأنه عندي رؤية، لازم أدعي الناس، إذا ما دعيتهم أنا الخطية علي. أمين أمين. ربنا يباركك ويستخدمك أميرة، ربنا يباركك ويستخدمك أميرة، وتدعي الناس وتدعيهم لفرح الآب ولحضن الآب. احنا بنقعدين هنا هون علشان نقول لكم ان قلب الله مفتوح واحضانه مفتوحة، وهو مستنيكم دلوقتي، مستنيكم انكم تيجوا في قلوبكم وتطلبوه وتقولوا له احنا عايزين نترمي في حضنك، احنا عايزين حضن الآب، احنا محتاجين حب الآب. ممكن تكوني محرومة النهاردة من حب الآب، ممكن يكون باباكي سافر وراح السماء، ممكن يكون باباكي عمره ما كان الأب، لكن النهاردة الله بيقولك أنا صورة الأب الحقيقي اللي كان بيتكلم عنه ديفيد، ده صورة الأب الحقيقي، الأب اللي نقله من مكان لواحد عايش كويس لمكان واحد ابن بيجري في حضنه. شفنا دموعه وشفنا إزاي ربنا نقله، وشفنا إزاي النهاردة ربنا بيستخدمه كحارس أمين على الخدمة في العالم كله. النهاردة أنا بدعوكم أنكم تقولوا له أنا عايز أبقى أستخدم بنفس الطريقة، أنا عايز أرتاح، أنا عايز أبقى الإبن المدلل المرتاح المستخدم. ممكن أن أنا أكون الإبن المدلل والمستخدم في نفس الوقت؟ ما فيش استخدام من غير العلاقة دي يا إيفات، لأنه الرب ما بيستخدمش ناس بس يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه، الرب عايز ناس هو يمشي معهم ويحكي معهم. ودي نقطة هي كانت بتكلم اختنا، كانت بتكلم على حاجة حلوة جدا، وانا بحس انه ده اللي الرب بيعمله، ان هو بيحط جوانا الشوق لانه قرب يجي، الشوق لانه الرب قرب انه يستخدم ويجهز العروس لمجيئه تاني. امين. احنا معانا مكالمة تاني من اريزونا، اهلا بيكي. الو. ايوه اتفضلي حضرتك على الهوا. سلام ونعمه اختي فيت. سلام ونعمه ليكي حبيبتي. عزيزي اختي فيت احسن برنامج عندك، يعني ربي يوفقكم ربي يخليكم يا يسوع عزيزي يحضنكم في حضنه. احنا كل يوم نصلي من اجلكم على هذا. شكرا. البرنامج الحلو وعلى هاي اللي انا عندي لوبس، انا عندي اثرايزز بس very very bad. اوكي عزيزتي اذا تفضلتوا كل يوم تخلوا صلواتكم، انا وابني وبنتي، بنتي اسمها سابين وابني اسمه جورج، جورج وبنتي اسمها سابين واني تيريس. عزيزتي ايفيت كل يوم صلونا على وصلوا من اجل اخويا مومو انه حتى يجي للرب فلاح اسمه فلاح فلب. امين. خصلي من أجل هواية هواية إيفيت عزيزي حتى يجي للرب، أيام قربت راح يجي الرب إيفيت، راح يجي الرب راح يستلم الكنيسة عزيزي باسم يسوع، باسم يسوع. صلولة إيفيت صلولة. هنصلي دسوي أشياء مو زينة إيفيت، دسوي أشياء مو زينة عزيزي. دموعك دي، دموعك دي محفوظة في زقة عنده حبيبتي، دموعك محفوظة في زقة عنده. احنا هنصلي وهنصلي معاكي، وهنصلي ان الرب يفتح عينين الناس انها تقبله وتعرفه وتترمي في حضنه بنفس الطريقة.
معانا مكالمة تاني. خلود من لاس فيغاس، اهلا بيكي خلود. اهلا اخت ايفيت، الله يباركك. سلام ونعمة اليك والى ضيفك الكريم ديفيد. ايوه. انا عندي مداخلة. تفضلي. الكلام اللي تفضل به الاخ ديفيد، اريد اشهد انه كل اللي قاله حصل معي. امين. كل اللي قاله صح. وحضرتك لما سألتي الأخ ديفيد كيف فسر للمشاهدين كيف يعني بتسمع صوت من داخلك، لما الإنسان بيكون عنده خلوة في حب حقيقي مع الله وفي عنده خلوة يوميا، كيف ما بدك المسيح بيكلمنا؟ شايفة لما أنت بتدخلي على الإنترنت وفجأة بيصير باب اب يطلع لك ويندو، هيك فجأة بالخلوة بيجيكي صوت، بيجيكي صوت من المسيح. والله بعطي أبنائه تمييز بين الأرواح، يعني بكل بساطة الإنسان اللي عنده علاقة حقيقية مع الله ويعرف كلمة الله أكيد رح يعرف يميز بين الله وبين الشيطان، لأن الشيطان جاء ليهلك ويقتل، لكن المسيح جاء للخلاص. فكلام الله واضح. تصور يا أخت إيفيت، قبل 4-5 سنين أنا إجيت عند يسوع وصرخت بقول له يا يسوع أنا كمان بحبك مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومثل موسى وإيليا وأشعياء ومثل يوحنا المعمدان والرسل، أنا كمان بحبك، أنا بدي أتراويني أنه أنا بنتك. صدقيني يا أخت إيفيت، سمعت صوت واضح وحنون، واضح مش من داخلي، سمعت صوت واضح بيقول لي أنا قلت له لإبراهيم اترك كل شيء واتبعني وأنا أعطيك أرض الميعاد. كانت رسالة إلي بيقول لي أنت بتحبيني صحيح، لكن إذا كنت عملتي مثل ما عمل إبراهيم وتترك الدنيا والعالم وما فيها، تترك اللذات والملذات ومطابة والمغريات وكل الاحتياجات الدنيا، تكونين حقا بنتي. هذا الصوت أنا سمعته وأنا عم بحاول بسأله يسوع شو بدك مني، يعني شو بدك يعني أترك، أنا عم بترك وبترك وبترك، بس أنا هلأ أنا قاعدة في البيت بس عم لسه بسأل، يعني بقول له يعني شو بدك يعني. الله بده إيانا أنه نقدس قلوبنا، نقدس ضمائرنا، نقدس أجسادنا، الجسد تبعنا لازم يكون مقدس، ضميرنا لازم يكون مقدس. شوفي العالم، العالم منافق مرائي بيراويكي حب مزيف، لكن هذا الله بيعرف الكلى والقلوب، يعرف الله. كل العالم بيقول لك الله بيحبنا، لكن ربنا يباركك اخت خلود، معلش لان وقت البرنامج ضيق وفي مكالمات كتيره. ربنا يباركك، وانت اكدتي النهارده للمستمعين ان أولاد الله بيسمعوا صوت الله وبيعرفوا يميزوا الصوت ده. هو احنا معنا مكالمة من الأخ عصام من مصر. أهلا بيك عصام. أيوة اتفضل. ألو. أيوة أخ عصام، حضرتك على الهوى. أوكي اتفضل. لو ممكن لو ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. أوكي. ألو. أيوة احنا سمعينك، اتفضل. الحقيقه انا سمعت دلوقتي تعليق من الو. ايوه احنا سامعينك، اتفضل حضرتك على الهوا. انا سمعت تعليق من الاخ ديفيد بيتكلم عن سماع صوت الرب. الحقيقه انا كنت بقرا كتاب مقدس كتير وانا صغير، لكن ما كنتش اعرف حاجات كتير، كنت بقرا باستمرار لان الاسره عندي كانت دايما بتقول لي اعمل كده او كنا بنعمل كده وكان اسلوب البيت. بس السؤال اللي محيرني اني انا دلوقتي بدات اعرف حاجات وبدات عيني اتفتح وبدات اشوف وباسمع، لكن الشيء اللي انا عاوز اوصل له ازاي، انا لازم عاوز اوصل ان انا ازاي اقدر اسمع صوت الرب، دي النقطه اللي عاوز اوصل لها. واشكركم وجزيل الشكر على انكم سمعتوني. لو ممكن يا ديفيد تشرح، يعني قول لنا ببساطة كده إزاي نقدر نسمع صوت ربنا؟ واحدة من حاجة من الحاجات المفرحة أن نشوف الناس لها أشواق أنها تسمع صوت الرب، ودي حاجة مفرحة جدا. واحدة من أصحابي واحد سألها السؤال ده، قال لها إزاي أنا بسمع أصوات حاجات جوايا، إزاي أعرف أن دي من الرب؟ كان ردها كان غريب جدا،
وبس أثر فيها جدا. قالت له لما حد صاحبك تتعرف عليه كلمك على التليفون أول مرة ممكن ما تقدرش تميز صوته كويس، مين بيكلم على التليفون؟ آه ده أول مرة أسمعك على التليفون، أنا ما قدرتش أميز صوتك كويس. تاني مرة لما يتكلم التليفون بيحصل إيه؟ لو مثلا اسمه سامح، هو ده صوت سامح؟ انا سامح. طب انا عرفتك المره دي، المره اللي فاتت ما عرفتش صوتك، المره دي عرفت صوتك. المره الثالثه سامح مش كده؟ سامح. المره الرابعه الخامسه بعد كده لو انت واحده صاحبتك كل ما تتكلمي في التليفون تقول لك مين بيكلم مين بيكلم مين بيكلم، بتبقى مشكله. انا بحس انه الاخواننا المشاهدين لازم يعرفوا انه التدريب على سماع صوت الرب هياخد وقت، بس لازم يبتدوا. يا رب ده صوتك انت. والنقطه الثانيه ان في ناس حواليا مؤمنين انا بثق فيهم، انا حسيت بكذا، ايه رايك نبتدي نتشارك مع بعض. الحاجه الثانيه كمان انه في سلام الرب بيديه، وده لازم نبتدي ندربه انه نميزه. سلام الله الذي يفك كل عقل اللي أنا اتكلمت عليه اللي هو في فيليب 4. السلام ده مش لأن الأمور كويسة أو الأمور وحشة، ما أنا ممكن تكون دموعي نازلة بس جوايا سلام، ممكن الأمر صعب جدا بس جوايا سلام، ممكن الأمر حلو جدا بس ما فيش سلام. فالسلام اللي متكلم عليه ما هوش السلام المتعلق بالظروف، ده سلام الله اللي يفك العقل. محتاجين نرجع مرة تانية لهذا السلام. لو فقدت السلام ده محتاج تتوب. ليه السلام ده بنفقده؟ لأن في ناس الرب يبتدي يتكلم معهم بس هم يمشوا في طريقهم برضو. يبتدي الرب يجي وتحس كده أنك أنت مش مستريح بس الأمر بالنسبة لك كويس بالعقل، ماشي في فلوس كويسة أو في حاجات أحسن، فذهنك من جواك لا 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 ده كويس فتروح ماشي فيه. بيحصل إيه لروح القدس بقى اللي هو مصدر السلام ده؟ يحصل أنه يحزن ويتراجع فبنفقد، زي زوج وزوجته ان هم قريبين من بعض وبعد كده الزوجه بتقول له على فكره انا ما بحبش لما بتفتح الشباك ده، ما بيدخل هوا ما بيتعبني. فالزوج راح ماشي فتح الشباك، تاني مره تقول له ايه لو سمحت لما بتفتح الشباك بتعبني، بعد كده فتح الشباك وسابه. تفتكر المره الثالثه هتكلمه؟ لا خلاص، لو هتعمله anyway فايه اكلمك ليه؟ فمحتاجين احنا، ودي حاجه خطيره جدا، محتاجين ندرك ان الروح القدس ده شركة معاه. لما بيحزن بيتراجع، محتاجين نرجع مرة تانية ونقول له يا رب رجع هذا الأمر. لو ما قبلتش الرب محتاج تقبل الرب، ما فيش حاجة أقدر أسمع صوت الرب وأعرفها وأمشي في العلاقة دي إلا بشركة خاصة مع الروح القدس. لو أنا ما بعرفش الرب الحاجة الوحيدة اللي الرب مستنيني منها أنه أن أنا أطلبه أن يخش حياتي وأقول له رب مش طريقي ده طريقك أنت، أنا بسلمك طريقي وباخد طريقك أنت. لو أنا قبلت الرب ونهاردة ماشي بذهني وماشي بأفكاري، محتاج أركع قدام الرب وأقول له يا رب أنا جرحتك وأنا مش عارف، أنا افتكرت أن أنا بعمل صح بس أنا تعديت على روحك القدوس، ما خليتش روحك ياخد مجاله في حياتي، والسلام اللي أنا كنت بحسه افتكرته أن هو ده 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 منظره مش 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 ما دخلش مخي فأنا تجاهلته. أنا النهاردة يا رب مش عايز أتجاهلك مرة تانية، مش عايز أحزنك مرة تانية، بركع رب رجع لي السلام ده ودربني مرة تانية زي طفل صغير دربني على سماع صوتك وانا نعيش. في عدد من الكتاب هقوله مع أخواننا المشاهدين عشان يفتكروه في إشعياء 30 بيقولوا إيه؟ وأذنك تسمع الكلمة من خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلكه فيها. أنا دايما كنت أقول للرب أنا بشكرك لأنك قلت أذني، طب أنا ودني دي وحشة في السماع، انت ما قلتش الودن الكويسة اللي تسمع، انت قلت ودني، طب انت النهاردة اتدبست في ودن ما بتسمعش كويس، سمعني انت بقى. فانا بطلب من الرب واقول له انت تقدر تصلي بالطريقة اللي تقدر تصلي بيها، انا دوري ان انا مش هرفضك بس انت سمعني. عشان كده واذناك تسمعني الكلمة من خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون الى اليمين وحينما تميلون الى اليسار. اول ما الاقي نفسي باخد طريق اليمين او اليسار، الرب بيديني من ورا كده يقول لي خد بالك ديفيد ده الطريق، وده تدريب الرب هيدربنا فيه. بس لو قلبي مشتاق للرب والنقطه الثانيه اللي عايز اقولها لكم، ما تقولش لو انت اتكلمت همشي معاك، لو ما اتكلمتش انا عندي طريق انا همشي فيه anyway. ده معناه الرب يقول لك ايه؟ انت
انت النهارده مش عايزني فعلا، انت مش عايز تسمع صوتي، انت بتاخدني على اساس ان انا لو سمعت صوتي كويس، ما سمعتش صوتي انت مش مزنوق. مش النهارده طالبني وتقول لي يا رب لو ما تكلمتنيش مش عارف اروح فين، لو ما عرفتنيش طريقك مش عارف اتحرك ازاي. لما بنطلب من الرب بالطريقه دي، مفيش اب في الدنيا كلها ابنه يجي له يقول له يا بابا مش هعمل غير اللي انت عايز تقوله، بس اتكلمني يا رب، قول لي انت عايز تعمل ايه، قول لي انت عايزني تكلمني في ايه. فيش اب بيقول لابنه النهارده بقى خلاص انا مش هكلمك بقى لانك انت ايه كذا. الاب بيروح مكلم ابنه على طول يقول له انت اثرت قلبي بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها، فانا عايز اقعد يا حبيبي جنبي واقعد اكلمه ودردش معاه. قد ايه تشبيهك للاب والابن في كل حاجه بيخلي علاقتنا بالاب السماوي قادرين ان احنا نفهمها، الاب وابنه. لكن النهارده ممكن يكون في ناس ما عندهمش المثل الكويس للاب، الاب اللي شافوه في حياتهم اب سيء، فمش قادرين ان هم حتى يقارنوا الاب السماوي بالاب الارضي، لانهم مش عايزين، شايفين اب ارضي بهدل حياتهم. تقول ايه للناس دي؟ اقول الناس دي الذين غفر كثيرا يحب كثيرا. الناس اللي هي ما عرفتش صورة حلوة للآب البشري، الرب هيدي لك نعمة مضاعفة، إعلان أكبر، لأنك أنت النهاردة محتاج له أكتر. مش بس محتاج له أنه هو يكشف لك عن نفسه، محتاج كمان أن هو يغير المفهوم اللي في ذهنك عن الآب، عن الآب نفسه. فأنا بقول لك يا بختك. ليه؟ لأنه كل زي ما قال، لأنه المرأة مريم لما جاءت للرب والناس ما كانتش قادرة تستوعب حبها للرب يسوع، قال لأنها أحبت كثير، غفرت كثيرا، فمن كتر خطيتها اتغفر لها كثير. فمن كتر اللي انت تعبت فيه محبة الرب هتتضاعف ليك. أمين. الرب بيعوضك عن السنين اللي أكلها الجراد، فما تخافش، ما تخافش انك تيجي حتى بذهنك المضروب عن فكر الآب نفسه. الرب مش بس هيعرفك عن نفسه، هيشفي الفكر بتاعك ويجي لك كأب نفسه ويحط إيده حواليك ويقول لك إن حتى لما بيكلم على الأم، حتى لو نست الأم رضاعها، حتى هؤلاء أنا مش ينسين وأنا مش هنساك. فبقول لك حتى وان نسيك ابوك، حتى وانك ما تعرفتش، يا بختك الرب هيكشف لك عن حاجه تانية. وعارف هقول لك حاجه للناس اللي هم بيمروا بالظروف دي، هقول لك حاجه، دايما الجزء اللي انت اتحرمت منه الرب بيدي لك اضعاف، مش ليك بس، لانك هتكون سبب بركه لكل الناس اللي هم مروا في حياة صعبة مع أبهاتهم. هتيجي أنت وتقول له أنا كنت عارف اللي أنت أنا عارف اللي أنت بتمر بيه، أنا كنت كده، والرب حررني، والرب شفى ذهني، والرب بقى أبويا، صديق ألصق من الأخ بقى عندي، يقدر هو يعمل معاك كده. فمش بس الرب هيتعامل معاك أنت كده، ده الرب كمان هيستخدمك لأناس آخرين بعد ما أنت تتحرر، وبعد ما أنت تتشفي، وبعد ما أنت تعرف الأب نفسه بقى شكله ايه بالنسبة لك. هيبقى عندك مش بس فكر، لكن ده اختبار، هيبقى زي كلامك زي البلسم لكل الناس اللي هم بالنسبة لأبهاتهم أو أمهاتهم فقدوهم، أو ما كانش عندهم مثل حلو ليهم إن هم يعرفوا الآب السماوي من خلال الآب الأرضي. أمين أمين. احنا برضو فتحين التليفونات وبنشجع كل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم، لو عندك اختبار مشجع تشجع به المشاهدين، لو عايز تشاركنا بكلمة اتقالت النهاردة وأثرت في حياتك وهتخليك تاخد خطوات جديدة، أو الرب بيأكد حاجة جواك من اللي انت سمعته النهاردة، بنشجعك انك ترفع سماعة التليفون او انك تبعت ايميل بطلبات الصلاة. وزي ما قلنا ان هيكون في فترة بعد البرنامج هنرفع فيها كل طلبات الصلاة ونأمن فيها على كل طلب اي حد طلبه، ونرفعه امام الاب السماوي، الاب اللي مليان حب. كنت عايزة اسألك على كلمة الحراس. انت المؤسسة او الأورجانيزيشن اللي ربنا استأمنك عليها، الإرسالية دي اسمها الحراس للشعوب. يعني إيه أحرس أنا بصلاتي الشعوب؟
يعني ايه احرس عيلتي، احرس بيتي، احرس الشغل بتاعي ازاي؟ الحراس دول هو طبعا ده فكر كتابي ومهياش لناس غير ناس، ده الرب نفسه بيعدنا نبقى حراس، عشان كده على اسوارك اقمت حراسا. والاسوار دي تمثل، لو نرجع للايام زمان، الاسوار دي تمثل الحمايه للمدينه، كان كل مدينه لها اسوار وبيحطوا حراس في زي اماكن كده، برج ابراج بالظبط، وبيبصوا على العدو او اي حاجه قبل ما تيجي، سواء يدوا خبر او ينذروا انذار أو, او 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 عشان كده الحراس دول وضعهم على الابراج مهم جدا جدا. النقطه الاساسيه بتاعت ده انه الرب بيقيم هذه الحراس وبيحطهم على الابراج دي، بس النقطه كمان ما هياش بس بيبصوا ويشوفوا، ده هم واقفين زي ما قال لا يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. يعني وعشان كده الحراس دول وضعهم ان هم ليل ونهار نبطشيات كانوا بياخدوها ليل ونهار، بيبتدوا يبصوا على الامور دي ويحصل نوع من الحراسه. النقطه الاساسيه بتاعتها انه حمايه، سواء لحياتي انا الشخصيه، الرب بيقيمني كحارس لحياتي ان انا اقف على المرصد وبص، ان ما استناش بس لما العدو يجي، يبقى انا في علاقه شخصيه مع الرب والرب ينبهني قبل ما حتى العدو يجي، حتى في حياتي انا الشخصيه اكون حارس على حياتي، اكون حارس على عيني، حارس على ودني، حارس على فمي، انه عيني ما تروحش لاي مكان، ودني ما تروحش لاي مكان، بقي ما يتكلمش اي كلام. مش حتى العيلتي نفسها الرب بيقيمني انا حارس على عيلتي انا ومراتي او عيالي كمان، انه يحصل نوع معين من الانتظار مع الرب، وبعرف فكر الرب فببتدي اصارع مع الرب وتداخل مع الرب. يا ذاكر الرب لا تسكت ولا تدعوه يسكت، ان انا ما بدلهوش فرصه انه لا، مش انت وعدت، انت قلت، انت حميتنا، ما تسمحش انه يحصل حاجه تانية. فبيحصل ايه بقى؟ انه يحصل لجاجة في الطلبة قدام الرب، وتذكير الرب بمواعيده، وتذكير الرب بالحاجات اللي هو عايز يعملها. طيب يعني خلينا ناخد مثل عملي. لو انا النهاردة عندي اولاد واولادي دول بعاد عن الرب، والرب اقامني انا حارسة وانت اقامك حارس على الولاد دول، ازاي هتدرع لهم؟ ازاي هطلل لهم؟ أول حاجة عشان الرب يقيمني حارس الحاجة، لازم الرب يديني قلبه من جهة هذا المكان. لو أنا ما بحبش المكان ده وما بحبش المدينة، مش هعرف إن أنا أحرس. فأول حاجة أطلب من الرب إنه يديني الفكرة، ما هياش بس بروجكت أنا بعمله أو مشروع أنا بعمله، لأ، ده قلبي أنا وقلب الرب. إيه اللي قلبك في قلبك يا رب على أولادي؟ طبعا الكتاب معروف إنه الرب عايز كل الناس تخلص، وعايز الرب ليه خطته في حياتهم، فابتدي انا اخش اول حاجه بيني وما بين الرب، احط نفسي كشفيع كممثل. يا رب انا واقف من جهه ابني او بنتي او اولادي ما بيني وما بينك دلوقتي. فبيحصل نوع من الـ 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 الوقفه ما بيني وما بين الرب، تشفع. ده اول حاجه، تشفع، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ببتدي اطلب من الرب ان يديني خطته من جهه اولادي، لان انا النهارده بطلب وبس بقف مع الرب من جهه انت طلبك ايه، واقف في الوضع ده بيني وما بين الرب، وما اديلهوش مكان ان هو يسكت. عشان كده لما تلاحظي موسى ويشوع في العهد القديم، لما يشوع كان في الحرب وموسى كان على الجبل، موسى كان الشفيع، واقف كشفيع. الفيزيكال بارت، البارت الجسدي بتاعه، انه ايديه تبقى مرفوعه، لما ايديه مرفوعه تبقى انتصار، ايديه واقعه يبقى في هزيمه. عشان كده فكره اللجاجه وفكره الكونتينيويشن اللي هو الاستمراريه في الطلب، ما هياش انا صليت وخلاص ده واجب، لا، عشان كده بيبقى حاجه قلبي، ببقى زي حنة مع ابنها، لما عالي الكاهن، لما حنة لما كانت عايزه تجيب ابن، عالي الكاهن افتكرها ايه؟ سكران. قال لها سكران ليه؟ لجاجه وصلت لمرحلة إن هي مش هتقدر تعيش بعد كده. الشفيع هو شخص الرب راح لامس قلبه، وهو لمس قلب الرب، فدخلوا في عهد مع بعض إنه أنا لن أطلقك
إن لم تعمل كده. ده بيعمل حاجة في السماويات مختلفة جدا. عشان كده الرب إدى المثل ده على المرأة مع مع الجدج مع القاضي القاضي أو القاضي, القاضي. قعدت عشان كده الرب بيقول القاضي ده حتى وإن هو مش righteous من أجل لجاجاتها. ما بنفهمش احنا الكلام ده, إنه اللجاجة بتعمل activation, بتعمل استمرارية, وتبتدي زي ما تكون عندك نار ما بتسيبهاش تطفي, ورا بعض ورا بعض ورا بعض, في تذكير قدام الرب, تذكير قدام الرب, بتملى زي ما انت قلت لكل المستمعين قبل كده الصلاة بتاعتكم في زقاق الرب محفوظة, بتبتدي تتحفز تتحفز, ويحصل ايه؟ تزيد تزيد تزيد. وزي ما بتكلم عنها في سفر الرؤية انه البولز لما بيحصل فيها الدموع بيحصل فيها صلوات زي البخار تبتدي ايه؟ تتب. اول ما تبتدي تتهز تحصل الاستجابة. عشان كده الحاجة التانية في التشفع, اول حاجة انه الرب يدي لك قلبه من جهة هذا الشخص, نمرة اتنين انك انت بتخش قدامه هو بتقول له لن اطلقك, نمرة تلاتة انا قدامك حتى يتمم الرب, ما اقدرش اسيب المرصد الا لما الرب يحقق اللي هو عايز يعمله. يبقى النهاردة انت بتدينا فهم عن غرف الصلاة اللي موجودة في كل أنحاء العالم اللي بتصلي طلبات الصلاة. بالزبط. يعني لما الناس بتيجي وبتتكلم وبتقول أنا عندي طلب صلاة كذا وكذا وكذا, في ناس الله أقامها حراس وناس أقامها على المرصد عشان ياخدوا طلبات الصلاة دي ويرفعوها أمام الآب, وتفضل الطلبات دي مرفوعة أمام الآب مرفوعة أمام الآب إلى أن يتم الأمر. بالزبط. الى ان يتم الامر. عشان كده في الجزء بتاع الارمله وقاضي الظلم في الاخر بيقول ايه, هل يتأنى الرب على مختاريه الصارخين اليه ليلا ونهارا وهو متأني متمهل؟ طب هل يستجيب وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم انه يستجيب سريعا. طب ازاي انت بتقول متمهل وازاي انه يستجيب سريعا؟ متمهل في ذهني انا ليه؟ لان وقته ما جاش, في وقته هو اول ما وقته يجي يبقى سريعا. عشان كده الرب دايما, عشان كده العدد اللي بعده بيقول ايه, لما الرب يجي بالاجابه هل يجد الايمان على الارض؟ هل الناس دي اللي كانت بتتشفع وطالبه الرب هل لسه طالبه الرب بايمان انه هيستجيب, ولا خلاص جيف اب وثابت المكان بتاعها ويجي الرب يستجيب ومش لاقي الناس اللي هي بتطلب؟ عشان كده الفكرة اللي انت بتتكلمي عليها في غرف الصلاة والصلوات اللي الناس بتحطها في البرنامج وبتقول صلوا من أجل كذا, بيحصل استمرارية ليل ونهار قدام الرب إلى أن التوقيت الكامل بتاع الرب بيحصل, وفجأة وكلمة فجأة دي مهمة, suddenly الفجأة يبتدي الرب يستجيب لحاجات كانت بتطلب من سنة, في حاجات من شهور, في حاجات من أيام, في حاجات من سنين, في حاجات ناس ماتت ولسه ما استجابتش وناس لسه طالبة بتقول. انت وعدت وانت قلت انك هتلمس المدينة بتاعتنا, هتلمس البلد بتاعتنا, هتلمس ابني, هتلمس ابويا, هتلمس كذا, والرب بيستجيب. علشان كده احنا بنشجع كل مشاهدينا في كل انحاء العالم انهم يطلبوا النمرة اللي على التليفون اللي على الشاشة او في الايميل اللي على الشاشة برضو, ابعتوا طلبات الصلاة. ما تاخدوش الموضوع ده اهو ناس بتصلي وخلاص, ويمكن يصلوا ويمكن ما يصلوش. طلبات الصلاة دي مقامة امام الله ليل ونهار, زي ما الكتاب بيقول لا تدعوه يسكت ولا نهار ولا ليل. في ناس واخدة طلبات الصلاة دي ومحطوطة أمام عرش النعمة ليل ونهار بيصلوا من أجل الأمر ده, وفي وقته هيستجيب وهيسرع بيه. وبنسمع استجابات كتيرة للصلاة, وأنا بشجع مشاهدينا اللي الرب لمسهم واستجاب صلاتهم إنهم يتكلموا ويشجعوا مشاهدينا في كل أنحاء العالم ويقولوا للناس الرب بيستجيب, الرب بيسمع, الرب بيستجيب. احنا شفنا إزاي الرب بيستجيب
بحاجات يمكن عمرنا ما نتخيلها. ده امبارح كنت بتحكي معانا عن استجابة صلاة، يعني أنا كنت فعلا قاعدة وشايفة قوة الله لما كنت بتحكي عن كندا، وإن كان في عضو في البرلمان، العضو ده ما كانش كان عنده الجنسية المثلية، وإزاي أنه كان عايز ينفذ قوانين معينة في البلد، وإزاي الرب أقامكم تصلوا وإيه اللي حصل. هو كان وضع غريب جدا. معلش، في مكالمة جت مستعجلة من مصر، اتفضلي سامية من مصر، أهلا بيكي. ألو، اتفضلي أنت على الهوا. أنا اسمي سامية من مصر. أنا كنت طلبت طلبة صلاة، كان عندي امتحان وكنت طلبت فعلا، وأنا كل اللي كنت باخد فيه يعني كل الدكاترة اللي كنت باخد عندهم قالوا لي أنت مش هتنجحي وأنت مش هتجيبي درجات خالص، وحتى يعني بصيت لقيت كنت فعلا كنت بصلي بلجاجة وطلبت منكم إن أنا أجيب درجات، والحمد لله أشكر ربنا إن أنا نجحت لسه يوم الخميس اللي فات. وبطلب صلاة بقى إن ربنا السفارة تكمل الورق وتقول إني مش عايزين أدخل تاني الامتحان أو هي الدرجات المطلوبة. وكنت طلبت برضو صلاة لأخويا، وفعلا صدقيني يعني حاجات كتير حصلت معاه، لدرجة هو كان في أمريكا وضع منه أوراقه كلها، وبصينا لقينا بعد ما بلغ البوليس وباسبور وكل أوراقه ضاعت، ربنا بصينا لقينا ركب المترو، قال أنا هطلع أعمل أي حاجة، ركب المترو بص لقى الشنطة بتاعته فيها جميع أوراقه كل حاجة. فنذكر ربنا يعني دي، حتى لما كنا بنسأل قسيس فقال دي إيد خفية، وطبعا هي الإيد الخفية دي هي إيد ربنا. فأنا بطلب صلاة لأجل أخويا ربنا يوفقه، لأجلي أنا السفارة ما تخلص مني غير الدرجات اللي هي اللي أنا جايباها دي. ونطلب صلاة، لأن أنا بصراحة كان عندي كنت يعني كانت ماما لما كانت عايشة كنت معتمدين عليها خالص، لما ماما توفت زي ما الأخ ديفيد كان من شوية بيقول حسينا إن كل حاجة اتقطعت مننا، كل حاجة راحت. لكن لما فعلا بنحاول نحط إيدينا على الرب، مش بنحاول، ده أكيد بنحط إيدينا على الرب وبنصلي بلجاجة يا رب كن معانا ويا رب تدخل فينا، وإحنا عايزين نميز صوتك عن أي حد تاني، عن الصخب اللي حوالينا في البلد، عن أي حاجة تاني. فإحنا فعلا محتاجين إن إحنا نميز صوت ربنا ونذكر رب إن هو واقف معانا، ومحتاجين فعلا صلاة. شكرا يا سامية. أمين. شكرا على تشجيعك، وشكرا إنك أعلنتي قدام العالم كله إن الله بيستجيب للصلاة. أنا عارفة إن وقت البرنامج قرب، لكن القصة بتاعت كندا واللي حصل فيها دي هتشجع ناس كتير حوالين العالم. هو القصة ببساطة إنه زي ما أنت اتكلمتي على أشعياء 62، أقمت حراس لا يسكتون ولا يدعوه يسكت. ابتدت من غير ما تقول أسماء لأنها تبقى معروفة، واحد من الأعضاء البرلمان كان نفسه يعمل حاجة ضد ما احنا حسينا انه من الرب، فأقيمت صلوات وطلبات وتضرعات في أماكن كتيرة جدا على مستوى كندا، وابتدينا نطالب الناس انه يحصل تضرعات قدام الرب. الرب ابتدى أول ما يبتدي يحصل التضرعات دي، يبتدي الرب يدينا الاستراتيجي بتاعته أو الطريقة الخطة بتاعته، لأنه ما هياش فكرة أن أنا بصلي وأعمل اللي أنا عايز أعمله، لا، أوكي، لما بصلي الرب بيبتدي يعلن خطوة بخطوة اللي الرب يعمله. فابتدى الرب يكلمنا، أنا عايزكم تتجمعوا في المكان الفلاني في الحتة الفلانية وتبتدي تطلبوا وجهه هناك. فابتدينا نطلب وجهه، دخلنا طلبنا وجه الرب، والرب قال اعملوا الديكلاريشن ده، قولوا اعلان اعلان، اعلنوا الاعلان ده. فعملنا الاعلان، اعلان ايه؟ انه الرب النهارده طالب انه يبقى في بر يرجع لاعضائنا اللي هم في الحكومه او للبرلمان، انه يبتدوا يخافوا الرب، يبتدوا ما يعملوش حاجات تبقى ضد مشيئه الله واللي الرب عايز يعمله. خمس ايام بعد الصلاه دي، العضو البرلمان ده كان في زي مكان كبير بيعرض جواهر وخواتم ألماز وحاجات زي كده، مكان كبير جدا جدا. وبعد كده اكتشفوا بس الشخص ده فعلا كان جواه ضد الرب، عايز يعمل حاجات
حتى اسم الرب ما يكونش ما يتذكرش في أي صلاة في الحكومة، عايز يطلع اسم الرب برة من أي مكان في الحاجات اللي هي حكومية. فهذا الشخص اللي هو عضو البرلمان كان في هذا الاكزيبيشن أو المعرض بتاع الجواهر والحاجات دي، وبعد ما خلص المعرض اليوم ده بالليل اكتشفوا أنه في خاتم بفص ألماز غالي جدا مش موجود، ما عرفوش راح فين. فابتدوا يبصوا في الكاميراز، كل الكاميرات اللي هي سيكريت كاميراز في المكان، اكتشفوا مين اللي هو اللي اكتشفوا اللي هو اللي أخدها، وطلع أنه هو هذا العضو، وهو خارج من المكان أخذ الخاتم ده. المهم عشان أحط القصة، فجأة في يوم وليلة أصبح هذا المكان، هذا الشخص اللي كان بيضاد صوت الرب، الرب اداله الوقت عشان خاطر يستجيب، بس مدام ما استجابش النهاردة اضطر ان هو يسيب البرلمان ويعتزل من البرلمان وما يكونش موجود في البرلمان، ساب مكانه. يعني مكانه بسبب الصلاة والحراس اللي قائمين وبيطالبوا الرب ليل نهار، شوف الرب عمل ايه، طيروا خالص. بالضبط. هللويا. احنا معانا مكالمة تاني من الأردن. أهلا بيكي سميرة. مرحبا أختي بيت. أهلا أخت سميرة. حبيبتي ربنا يبارك برنامجك الرائع الرائع جدا جدا جدا. أنا بسلم عليكي وبسلم على الدكتور ديفيد، يعني أنا متمتعة جدا بهالبرنامج كل مرة، وهالمرة كمان زيادة. يعني أنا عندي اختبارات مع الرب يسوع، اختبارات كتير كتير، ولو بدي أعدها هلأ ما بنخلص، يمكن بدي لبكرة أو بعد بكرة تأخر. شكرا على مشاركتك. يعني بس أنا حبيبتي اللي بحب أحكي لك إياها هلأ، آخر إشي يعني قبل شهرين أنا عملت عملية ريبليسينج ني، وبالليل قبل ما أعمل العملية بقول يا رب أنا مش جاعدة لي كتير أصلي، بس في عندي آية كنت حافظها دايما بقول يا رب عليك توكلت فلن أخزى إلى الدهر، بس بدي أصليها وبدي أنام، يعني ما بدي أصلي أكتر من هيك، وإنت بتدبر أمورك معي. فأنا نمت بالمستشفى طبعا عشان تاني يوم العملية، هيك عم بغفي بس تعرفي مش يعني إخفاء مزبوط، ولا بقول تطلع لي الترتيلة، وأنا زمان بالكنيسة، إحنا كنيسة الاتحاد الإنجيلية، فزمان ما حتى رتلت هاي الترتيلة، ما رتلناها يعني سنين إلنا. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات. تقول يا رب إذا هذا من عندك أنا خلص، هاي كمان هاي صلاتي. يعني نشكر الله، تاني يوم عملت العملية وكان كل شيء ناجح، كل شيء كأن ترتيب إلهي، كانت يد الله تشتغل في الموضوع. فبعدين تاني يوم كمان تعالى بقرب قلبي، يا ربي انت عم تعطيني ترتيل، يعني اشي رائعة، شو بدي احسن من هيك، شو بدي احلى من هيك. الحمد لله عملت العملية كله كان ممتاز، ودايما انا مع الرب، وانا بس صلاتي الوحيدة انه اولادي كلهم يعرفوا الرب. أمين. ومثل اللي يكونوا مثل ديفيد، هيك مثل ديفيد بالضبط، يعني أمين. وكفيني يعني يعرف الرب، يكون علاقة قوية، علاقة صداقة متينة مع الرب. أمين. وكلهم أسماءهم كتبت في سفر الحياة. شكرا أختي بيت، أنا طولت عليكم، أنا عندي أشياء كثيرة أحكيها، بس بقول بكفي وربنا يباركوا يا ماما. شكرا مرسي، واذكرينا دايما في صلاتك. معنا مكالمة تاني، جاكي من مصر. أنا عارفة أن في مكالمات كتير، فلو ممكن تبقى المكالمات سريعة لأن فضل 6 دقايق والبرنامج يخلص وفي مكالمات كتير. اتفضلي جاكي من مصر. مساء الخير. أهلا. أهلا بيكي. أنا عندي مشكلة بس بخصوص بنتي، في كنت عايزة أطلب الصلاة ليها. أمين. طيب. هي في واحد قريبنا يعني كان مرتبط بكلام معانا وكده، فسافر برا فارتبط بأشغال كتير هناك، وبيننا وبينه هدايا ومراسلات وكل حاجة، وارتباطات جامدة جدا بيننا ومكالمات يومية وكل حاجة. هو سافر برا فحصلت مشاكل كتير معاه في الشغل، مش قادر ينزل، وبنتي كل يوم والتاني فيها عريس، فاحتارنا نختار مين ولا مين ونرفض مين، هل بنرفضه ده صالح ليها ولا لا. وناس كويسة جدا جدا، بس مش محتارين في الاختيار، محتارين لدرجة نقول يا رب يعني طب اختار انت، احنا ما لناش رأي في الموضوع، اختار انت. وبنصلي وبنقول يا رب، ولحد دلوقتي محتارين مش عارفين. طالما قلبك يا جاكي انه عايز يسمع صوت الرب،
تأكدي ان الرب هيسمعك صوته وهيسمعك صوته بوضوح وهيدلها هي سلام، لان دي حياتها وده ارتباطها، هي هتبقى واخدة سلام من جوه. معانا مكالمة تانية، عادل من كاليفورنيا. اهلا عادل. اهلا بحضرتك يا اختي ايفيت. انا بشكرك وبشكر البرنامج بتاعك، البرنامج بتاعك ممتاز، وبصراحة قناة الكارما هي كلها ممتازة. شكرا. انا ليا طلبة صلاة، كنت الاخ صمويل والاخت منى عارفين ان انا كنت عملت عملية كاتركت في عيني، وكانوا بيصلوا لي، وابونا مكاري يونان والاخوة كانوا بيصلوا لي من عيني الاولانية، والحمد لله ربنا وفقني ونجحت العملية. فعندي عملية تاني يوم 26 بعد بكرة، فياريت تحطوني على قناة على لجنة الصلاة، وأكون شاكر، وأخص كمان ياريت تصلوا للإخوة كل المسيحيين في مصر والعبرين اللي في مصر، صلوا لهم يعني ربنا يحفظهم. أمين. ويكتر من أمثالهم. شكرا. أشكركم على اهتمامكم، أشكركم على خدمتكم العظيمة اللي فعلا ربنا يكافئكم عليها بكل بركة روحية. شكرا. شكرا أخ عادل، وربنا يباركك، وهنكون بنصلي لك. جالنا طلبات الصلاة. أنا عارفة وقت البرنامج قرب خالص أنه ينتهي، لكن أنا بأكد لكم أن طلبات الصلاة قبل ما البرنامج يخلص هنصلي أنا والأخ ديفيد على كل طلبات الصلاة دي، وبعد كده زي ما قلت لكم أنها تروح غرف صلاة في بلاد كتيرة في العالم علشان يصلوا من أجلها، وتفضل طلباتكم مرفوعة أمام الله ليل ونهار لغاية ما الرب يجيب الاستجابة اللي من عنده. وبرضو أنا بشجع كل الناس اللي ربنا حاطت على قلبها إن هم يكونوا حراس وياخدوا مسؤولية الصلاة من أجل طلبات الصلاة ومن أجل الناس في العالم، ويكونوا جزء من الجسد اللي بيرفع الجسد. كلمونا وقولوا لنا إحنا نحب إن إحنا نكون عندنا غرفة صلاة ونرفع طلبات الصلاة. بشجعكم إنكم تطلبوا مننا الطلب ده، وإحنا هنتصل بيكم وهنكون على اتصال بيكم وهنبعت لكم طلبات الصلاة اللي بتوصل لنا. ديفيد، إحنا عندنا يمكن مش عارفة قد إيه، بس كتير يعني فوق 150 يمكن طلب للصلاة، هنحطه دلوقتي أمام الله وهنرفعهم أمام الله ونطلب إن الرب يتدخل، وتكون دي لحظة البداية اللي بنبتدي نرفع فيها هذه الطلبات إلى أن تأتي الاستجابة. عندنا طلبات كتير مش هنقدر نقول الأسماء عشان ضيق الوقت، فاضل دقيقة واحدة والبرنامج يخلص. ابتدي قدنا في صلاة. يا رب يسوع، أنا بشكرك لأنه وعودك صادقة وأمينة، وأنت ليس أنت إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. أنت يا رب تستطيع أنك تؤمر أمر فيكون. أنت مش محتاج حتى أنك أنت تغير، أنت محتاج، أنت ممكن تخلق من العدم، تقول لي شيء فيكون. عشان كده أنا بطلب منك يا رب، بنرفع الصلوات دي أمامك، وأنا بطلب منك يا رب، أنت مش مقيد للمكان ولا للزمان، أنت ممكن بروحك القدوس الآن تروح لكل الأماكن دي للطلبات طلبت منها، وتتلامس مع الأشخاص وتتلامس مع الظروف، وتعمل أنت تقدر تعمل حركة في الروح الوقت ده دلوقتي يا رب في كل مكان، وتحقق مشيئتك يا رب. احنا مش بنطالبك عشان خاطر تستجيب لطلبات الناس، احنا بنطالبك عشان تعمل مشيئتك في الطلبات دي اللي الناس عملتها، لان احنا يا رب عايزين ملكوتك ومجدك يتحقق في وسطينا وبينا ومن خلالنا. عايزين يا رب كل طلبات الشفاء وكل طلبات الجواز وكل طلبات الألام والأمراض وكل طلبات أنها تعيش لك أنت، وطلبات أنها تسمع صوتك يا رب، أنت تقدر أنك تفتح الأعين، تقدر تفتح الأذهان، وتقدر تتكلم أنت بكلامك اللي يشفي ويغير ويطهر ويحرر وينق يا رب، ويجعل اسمك يعلن بمجد في وسطينا يا رب. يا رب بنصلي من أجل هذه الطلبات بطلبة خاصة، وبطلب منك يا رب أن كل الناس اللي حطوها ان هم يخشوا في علاقة شخصية معاك دلوقتي، ويطلبوا منك يا رب كحراس انه مش هنخليك تسكت ولا احنا نسكت حتى تتمم انت يا رب وعودك وتتمم مشيئتك
في هذه الطلبات في اسم يسوع بنصلي ولي كل مجد وكرامة. آمين. شكرا على الوقت الرائع اللي احنا قضيناه النهاردة، وبنشكر كل مشاهدينا في كل أنحاء العالم، وإلى اللقاء الأسبوع الجاي مع الدكتور رأفت جرجس وبرنامجنا الطبي اللي بنستناه كل مرة. إلى اللقاء أحبائي في حلقة أخرى وبرنامج من القلب للقلب. فإحنا لما نخصص ذواتنا للمسيح نتقدس. أنا علي الاختيار إن أنا ما أقولش غير إن أنا بين إيديك وعايزة أعمل إرادتك. أنا بصلي كل واحد من كل واحدة بيسمعونا إنها تكون أرض جيدة تستقبل الكلمة. خبأت كلامك في قلبي. إحنا بنثق ونؤمن إن إلهنا قدير، وإنه ليه في الموت مخارج، وإنه سمع الصلوات وبيستجيبها في وقته وطريقته بمجد اسمه عشان المجد كله يرجع ليه.